أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، بداية أسبوع موفقة نتمنى لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العامة برنامجنا الصباحي صباح شروق. صباح عليكم بالخير، أنا زميلتي إيمان. صباح الخير لطفي، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تفتحوا لنا بيبانكم خلال هذه بداية الأسبوع، بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله أيضا راح نكونوا موفقين أنا ولطفي في خدمتكم طيلة ثلاث ساعات من الزمن. بنفس قوي سنستعرض وإياكم العديد والكثير من الفقرات والمحطات المتنوعة، نستفيد من حضوركم المميز أكيد مشاهدينا، وبدوركم نتمنى أنكم تستفيدوا من كل ما اخترنا لهذا اليوم. ملتفين حول مادة فطور الصباح ونقول لكم صحة قوتكم، استمتعوا بها إن شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتي أنا وإيمان وكل ما اخترنا في هذا الصباح. البداية ستكون ببعض الحركات الرياضية من إمضاء الكوتش ياسين سليماني، نتمنى أنكم تجربوا هذه الحركات، ونقول لكم كما قالوا تبقوا معنا، عددنا راح يكون متميز بتميز فقراتنا محطتنا وضيوفنا. تفضلوا. صباح الخير عليكم، مازال في الأول معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتناس بريباراتور فيزيك. لوبجيكتيف تاع اليوم أن بو دو تو كارديو رونفورسمون مسكيلار. أوكي أون كومونس رباح. Très bien, démarrez. Faites-moi 20 secondes, 15 secondes, maintenant 30 secondes. Très bien, 5 secondes. Toujours, je suis arrivé. On change. Vas-y, hop. Très bien. On va te mettre à l'espoir. Voilà. Très bien. أقل 5 سكوند ريكيبيراسيون. هي بيان ريكيبيري، عاودو توجور نخدمو. فوالا هالي فازي جو دوزيام. كيف كيف توجور هنا. هي بيان 5 سكوند. Grimping. Hop. Là. Eh bien, toujours dire la ceinture abdominale. 5 secondes. Super. Proposez-vous avec 10 secondes de tac. On combine entre cardio et renforcement. Vas-y, troisième mouvement. Go. Kif, kif. Les hommes de terrain mesurés. Arrange, 5 secondes. Super. À la pyramide. Hop. Arrange. Et la dernière, récupération. Ciao, Mzalla. Mzalla, deux mouvements. Akach, 10 secondes de tac. Respirez bien. Tu vas quand tu rentres là, au niveau de l'aqal. On y va. Quatrième mouvement, go. Akach, 5 secondes. Super. مارش انيمال نهبط بوم نعاود نولي نعاود نطلع كيف كيف نعاود نولي سوبر هذي ثوزيام نعاود نولي سوبر كيف كيف Très bien. Récupération. À la 2 secondes. Mais c'est le dernier mouvement. L'autre. Très bien. On y va. Go. Vire les belles pistes, Lucas. 5 secondes. Démarrer. هوب هرفت اطلع هوب كيف كيف هرفت عود خذ
سوبر مدام هير رفد اي بيان ريكوبيراسيون يعطيكم الصحة انتوما ثاني على بالي بلي عييتو لا بروشان فوا اوبجيكتيف واحد اخر ريستي برونشي فيدال سلام سلام كوتش سليمان ياسين سلام شباب اللي مرافقينه سلام لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناة الشروق العامة برنامجنا الصباحي صباح شروق بداية أسبوع موفقا نتمنى للجميع ويكند إن شاء الله تكونوا ريحتوا فيه واستفدتوا من خلال الوقت اللي استمتعتوا قضيتوه مع بعض مع صورتكم أكيد وإن شاء الله تستمتعوا بالوقت اللي أنا نقضيه فيه مع بعض في هذا المباشر من خلال برنامجنا الصباحي صباح شروق هل أنت مع إعطاء مع أم ضد إعطاء فرصة ثانية للأشخاص وكل من أخطأ في حقك هو الموضوع الرئيسي اللي راح نعالجوه مع بعض ونحب نعيش تجارب حياتكم مشاهدينا من خلال هذا الموضوع وأرقامنا التليفونية أو الأرقام الهاتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة. أيضا هذا الموضوع حنربطه أيضا بفقراتنا اللي يولفوها الكثير من المشاهدين خلال كل أعداد برنامجنا الصباحي صباح الشروق ودا مخلوفي راح ربما تلخص لنا الموضوع الرئيس اللي طرحناه اليوم راح تكلمنا على التسامح وعلى الناس الحقودين قبل ما نكملوا استعراض باقي الفقرات نقولوا ألو الأول اتصال ألو صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا صباحكم بربحكم 100 وردة في مراحك يسلمك تعيشي وش راكي؟ لاباس الحمد لله صوت هذا ماشي غريب علينا اتصلتي بنا من قبل مقبلة مرحبا بك فكرينا برك شكون ومنين؟ ولاية شلف ولاية شلف مرحبا بك وبناس شلف كامل مرحبا يسلمكم وش هاي شلف لاباس؟ هاي بردة البردة والله غير البرد ما مازال الجو شويه ربيعي حلا وشباب نتمنى ان شاء الله برك المطر ان شاء الله يا استاذ صبر لانه شفتي موضوعنا واه راكي حابه تشاركي تحكي لنا على تجربتك ربما واه تفضلي مرحبا ها نقدر نورمال بحال اللي الاخرني ما نعاودش فرصه ثانيه المره الاولى هاي والله ما تسامحي ما والو لا لا سامح نورمال حق جودية يعني لا لا مش جودية ما تشديش الحقد ما هي ما نشدش الحق جودية وال اللي غلط في حقك تطوير صفحة جديدة معاه برك ما يزيدش يغلط نورمال نضحك مع العبد صح ديك كذا خو بعد صاي من بعد صاي نفتح ورقة جديدة نورمال نولي عادي انا وياه وصلت لك في حياتك من قبل؟ ايه هاي يدازم على باليش انا نقول لك انا نطويه. انت انسانه متسامحه مالا. ايه انا نورمال على حساب لساني على حساب قلبي على حساب لساني. الله يبارك. والله. وكي تتسامحي بقوه انك تتسامحي في كل مره ما يعاودوش يخلقوا لك مشاكل من جديد؟ لا 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 عارفين يضحكوا معايا يقول عميده عارفين بلي نضحك قالوا لي انت يا من بعيد تضحكي. شي جميلة بيخلي لك الضحكة إن شاء الله. أقسم بالله قالوا لي أنت من بعيد تضحكي كما شفنا في التاتشن في زوال قلت لهم أنا ما قبلتها ما نعرفش. يا ربي يدوم الضحكة إن شاء الله يا رب. آمين إن شاء الله. واللي يضحك بزاف تشوفي أنه قوة ولا ضعف؟ كيف؟ واحد يضحك بزاف مع الناس يعتبر قوة ليه تعتبر قوة ليه سلاح ليه ولا العكس ضعيف؟ كيفاش يشوفوك الناس؟ يشوفوني بحال شغل يقولوا لي قلبك مليح. ايه الحمد لله يا رب يقولوا لي قلبه مليح تبان في وجهه يبان في وجهه وجه اخر معروف الحمد لله يا رب وانضمت لينا الشاف ليلى نقولوا صباح الخير شاف صباحكم برباحكم الف ان شاء الله في مراحكم في لطفي وايمان كل مشاهده الكريمه وكامل عم يشوفوا فينا الو صباح النور لاباس صباحك برباحك مدام صباحك برباحك خير لاباس الحمد لله لا غير الحمد لله ما ربيتيناش انا من ولايه شلف انت تاع البارح واه شوفي وعد مني دوك يجي لطفي دوك نمد لك كامل المقادير اللي طلبتيهم لطفي هذه اللي طلبت اربع وصفات هذه هي وعاود اتصلت البارح وزدت نسيتها انا وايمان نجي نروح ليها دوك نمدوهم لك اربع مرات نتصل خلاص دوك شويه نروح ننضم للشيف ليلى ونفكرها غير يجي لطفي دوك نعطيهم لك سجلي برك ايه المقادير تاع المطلوع المطلوع ولي مادلان ولي سوفلي وكانت
كولي سوفلي وديري معاك المعقوده تاع بابا عصام. اليوم مدوا لك زوج، اليوم مدوا لك زوج من بعد نكملوا لك بالتقسيط. اوكي؟ ايه اوكي، اليوم نعطوا لك زوج ومن بعد نزيدوا لك بعض نكملوا الاخرين. لا لا عيتيني يا شيخه. ها نشوفوا برك اذا الوقت عندنا ولا لا. لا. ايه. ها؟ ايه شنو نقول لكم؟ قولي لنا. ايه اهدي تاع عربي اليمه وبابا. تحياتك. تحياتي اليمه وبابا. فاهم؟ وكل الله يسمح فينا ان شاء الله يا ربي، ربي يخلي كيماك وباباك ان شاء الله. كامل الاشخاص اللي يحبوك تعرفوا عليك من خلال اتصالك بنا وببرنامجنا الصباحي صباح شوق. شكرا على الاتصال. شكرا لك، يعطيك الصحه، نهارك مبروك. اذا احنا مكملين في استعراض فقراتنا ومحطاتنا. هدى مخلوفي كما ذكرت ايمان اخصائيه في علم النفس والمعالجه بالطاقه الحيويه، راح تعالج موضوع التسامح، تحكي عن الاناس الحقودين من الناحيه النفسيه كيفية وطرق التعامل معهم. زينب اسكندر المدربة الدولية في تنمية الذات والمهارات الذاتية ورفع الوعي بالوحي والمعالجة أيضا بالطاقة الحيوية حاضرة أيضا معنا اليوم. راح تستعرض موضوع الأفكار الإيجابية. إن شاء الله دائما تكون أفكارنا إيجابية وحياتنا إيجابية إن شاء الله. على بالنا فقرات زينب اسكندر تحبوها بزاف، حياة الروح. بقاو تابعونا لأنه راح تكون عندها محطة مميزة. أيضا للفن الرابع راح تكون هناك أيضا محطة مميزة باستضافة فنانين من المسرح. أيضا الحلوي كذلك ستكون حاضرة بقوة مع السيدة جابت لنا ربما حتجيب لنا بعض الأنواع من الحلويات، تشكيلة منوعة، وللثقافة أيضا والكثير من المواضيع راح تتابعوها خلال هذا العدد. إذا مشاهدينا بقوا تابعوا في برنامجنا، نعدكم بالكثير وكل فقراتنا متنوعة وتنوع كل ما نقدم في كل مرة وأطباق شفيلة أيضا فيها كل التنوع. راح ننضم إلى الشفيلة كي نتعرف على اطباق اليوم. ترافقوني للمطبخ؟ اهلا وسهلا. صباح الخير ليلى. صباح النور. صباح مرباحك. يسلمك. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. صباح الخير. صباح النور. اهلا شيف، واش راكي لاباس؟ مرتاحة؟ وحدنا انا وايمان استقبلناه بزاف. ولا غير صح يعني بلاصة لطفي البارح بانت. ربي يخليكم. تحية إلى كل من اشتاق إلي وسأل عني في برنامج صباح الشروق. ونحب انكم تتواصلوا معنا عبر ارقام تليفون راح تظهر اسفل الشاشه وتتفاعلوا مع موضوعنا الرئيس لنهار اليوم. انت مع ولا ضد انك تسامح الاشخاص اللي غلطوا في حقك في حياتك؟ انت مع ولا ضد؟ على بالي بفار التجارب. انا كاع في الان. انا دائما نتسامح لطفي. والله نسامح كريم. نتسامح والحياة تمشي كما يقولوا، ماشي لازم الواحد يبقى شاد الحقد صح. هذه هي الحياة. ولازم واحد اللي يدخل المطبخ ما لازمش يكون حقود، لأنه يقول لك الأكل كما ذكرت الأستاذة زينب اسكندر، حتى في المطبخ كل ما تقدم المرأة في البيت كي تكون تطبخ مزاجها راح ينعكس يعني على الأكل اللي تقدمه. دائما نقولها لكم، نقول لكم كي تكونوا زعفانين ما تدخلوش الكوزينة، دخلوا طيبوا كي تكونوا فرحانين، خلوا الزعف. راكي فرحانة اليوم؟ أكيد. عندك نفس قوي؟ إن شاء الله. يلا خليكم طيبين مالا ونتعرفوا على الأطباق لنهار اليوم اللي جيتينا بها. الطبق الرئيسي رانا نديروا قلنا وصفات خفيفة، دونك اليوم اختاريت لكم مملحة. راح نديروا عجينة وندوروها على هذا المول ونحشيوها. ثاني اتصال لنهار اليوم في برنامج صباح الشروق، نستقبله مع بعض ونقولوا الو. الو الو. الو صباح الخير. صباح النور. معك ام رهف من ولايه تسمسيل. ام رهف. وي. مرحبا بك وبرهف وكم الناس تسمسيل. الله يسلمك خويا. اسم جميل ام رهف، رهف. الله يسلمك خويا. شكون اللي خير الاسم، انت ولا زوجك؟ الاسم هذا يا علاش. انت خيرتي، تشوفي بزاف دراما تركيه. لا لا والله ما نسمعوش. منين جاك الاسم؟ ومنين عرفتي الاسم هذا؟ جات هاك وصاي. سقسيتي سمعتي مسمين به؟ لا لا والله غنقول لك نورمالمون بينك في الولايه كي كنت انا الاولى. انت الاولى بصح منين جاك الاسم هذا؟ كيف عرفتيه؟ مانيش عارفه، شفت هذيك لابيريود كان كيشغل ماشي في الفيسبوك في الاخر. فيسبوك وكاع هما شافوها من الدراما التركيه. ايه نورمالمون على بالي مورد الم طاح. شحال عمرها رهف؟ شحال في عمرها؟ عندها تقاطعنا اولى نورمالمون. ايه الله يبارك ما شاء الله. وصحابتها يحبوا اسمها، يحبوا يسقيوا لها باسمها رهف. مرحبا بك معنا في برنامجنا الصباحي، راكي تتابعي في برنامجنا اكيد؟ وين تبعوا
الامور تبع على شيف وتعجبني الاخت ليلى بزاف. هاي هاي معنا ليلى. صباح الخير مدام، صباحك بربحك. صباح النور حبيبتي، وشاكي كيفاش؟ لاباس الحمد لله، وانتم بخير؟ والله يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، تعلمنا منك صوالح بزاف. الحمد لله الحمد لله، هذا هو المبتغى تاعنا انكم تتعلموا. صحيتي والله، ونشكر الاخت ايمان الاخ لطفي. هاي معك ايمان، هاي معك ايمان. صباح الخير كيراكي؟ والله غير الحمد لله، وانتي كيراكي غايه؟ والله غايه صراحه. الحمد لله، الله يخليك. وش راهو الناس اللي سمسيلت؟ الله يسلمك والله غايه. الحمد لله يا رب، راها فاهم هبلاتك شويه ولا صافا؟ لا لا عاقله عاقله. الحمد لله ربي يخليها لك. ان شاء الله. عندك غير راهف ولا عندها خاوتها؟ عندي بيدي كبير عنده 19. الله يبارك، 19 سنه. وبنتي الخا عندها 14. الله يبارك، تباني صغيره، صوتك يبان صغير. اي نورمال 79 انايا. الله يبارك، ربي يشدهم لك ان شاء الله ويطول في عمرك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبه، ان شاء الله. الله يخليك. تبعتي موضوعنا اللي درناه اليوم؟ انت مع ضد اعطاء فرصه ثانيه. انا نعطيكم، انا والله العظيم غير تي المولد شفنا بزاف 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 الضر، انا والله ما نعطي فرصه ثانيه. لهالدرجه؟ عينا نسامحوا والله غير عينا 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 بزاف. بصح معليش، مليح الانسان يسامح، المسامح كريم. يا اختي القلب رحمه كما قلت والله غير طار. قالت طاب لطفي، قلبها طاب، ما تقولش تمد فرصه ثانيه. حنا طيب تاعنا مازال ما طابش. انت ما نحتاجش حنا. مازال ما وجدناه ومازال ما طابش. قلبك راهو معمر، قلبك راهو معمر، صح؟ احكي لنا احكي لنا حاجه، موقف صرا لك بالك سامحتي من خلاله وندمتي. نخلي بزاف بزاف. يعني سامحتي في مرات من مرات حياة من مرات سامحتي شخص وندمتي؟ سامحتي بزاف. احنا ثاني ما نطولوش عليك بزاف، نخليوك اذا عندك طلب تقدميه، اذا عندك توصيه. كيما قلت لك الاخرى كتسيتي ربي يخليك. شكرا لك حبيبتي. ربي يخليك، ربي يخليك ان شاء الله يا رب، وتبقاي مشاهده وفيه لبرنامجنا الصباحي صباح الشروق. اهداء اليكم انتم. تفضلي. ربي يخليك. والعائله كامله وليداتي كامل، ويعطيكم الصحه وميرسي بوكو. والله راني فرحانه كي حكمتكم. والله حنا اللي فرحانين. قول للشيخ ليلى ملي كانت نسرين وانا نعيط نعيط نعيط. الحمد لله اليوم حكمتينا. الحمد لله وشرف لينا انك اتصلتي مدام. حتى قلت ما نزيدش كاع نتفرج على لا، كل برامج الشروق العمل لازم تبقاو تتبعوا فيها لانه متنوعه، وكل مره نحاولوا نفيدوكم من خلال كل ما نختار من فقرات متنوعه. يعطيك الصحه لاتصالك، شكرا لك، وان شاء الله كامل الناس اللي ذكرتيهم راهم يشاهدوا فيك ولحقهم سلامك. شكرا لك. شكرا. احنا مكملين مع الشيف ليلى، نستعرض الاطباق اللي حضرتها لنا ليلها اليوم على المباشر. اذا لطفي قلنا احنا اليوم حنحضروا مملحات، لكن بزاف الناس كذلك ما يحبوش العجينه المورقه، فديما راح تكون مملحه بالعجينه لاباط ماجيك اللي درناها مع بعض. اللي هي كاس تاع الحليب وكاس تاع الماء ومغرفه كبيره تاع الخميره تاع العجين، وعندنا كذلك السكر مغرفه حتى الاثنين، وعندنا نص كاس تاع الزيت، وعندنا حبه بيض، وعندنا الملح، ونطموها بالفرينه. راح نديروا السوائل كامل مع بعض، الكاس تاع الحليب، الكاس تاع الماء، نص كاس تاع الزيت، البيضه، الخميره والسكر والماء، ونجمعوا كلش بالفرينه. نخلوها دائما تتلاصق، كما نقولوا لازم تكون العجينه طريه. تعجن بزاف ولا ما تعجنش؟ ما نعجنهاش، نطمها برك. اوكي. طموها فقط كما دائما نقول، يعني رانا نسهلوا لكم بزاف في الوصفات، وراح تجيكم عجينه هشه وعجينه هايله. نغطيوها وخليوها تخمر حتى تضاعف الحجم. كي تخمر لطفي نقسموها على اثنين ولا على ثلاثه، وناخذوا نحلوها بالحله المستطيل ونقطعوا شرائط رقيقه. كل شريط نرفدوه راح ندوروه على هاد السيجار، يعني السيجار الحديدي اللي نخدموا به الحلويات. راح ندور هذيك العجينه بلا ما نلحق للاطراف باش نقدر نخرج بعد لي طيب. يعني ندخلوها الطيب بهاد وهي ملويه على هاد الحديد. كي تتحمر نخرجوها نخليوها تبرد، ونكونوا بدينا نحضروا في الحشو اللي هو عندي دجاج راح نطيبوا مع حبه بصل وسنينات تاع الثوم مع الماء. يعني راح ندير انفون، نديروا الماء بارد في بارد، حبه بصل مقطعه. اسمحي لي الانابيب هذو ما تدهنيهم بزبده ما والو. ما يلصقوش. لاباط تاعنا نزيد. اوكي. وكي نجو نخرجوهم نابويو عليهم.
كي نغلقوا بهذه الطريقه يعني راح يصغر اللولب هذا ولا ما بشوف انابيب الانبوب انبوب يعني راح يدياك وراح يخرج فاسيلمون، فقط ما نلحقوش العجينه حتى يعني تخرج منه من يعني دائما تكون قبل هذا الانبوب باش نقدروا نتحكموا فيه ونجيبوه. ما تبدوهاش من الطرف يعني من الطرف للطرف، ما ندوهاش من الطرف للطرف يعني نخلوا المساحه غير سنتيمتر ولا غير شويه نعم باش نقدروا نحكموا ونخرجوا. اذا قلنا نلويو عليها بعد اللي نقطعوها اشرطه طويله نلويها عليها ندهنوها بحبابيط، دائما نحبوا هذيك لابيل كولور دو غي اللي تجي تشهي، ندخلوها الطيب على 180 حتى تطيب وتتحمر مليح، قلنا خرجوها خلوها تبرد ونكونوا حضرنا الحشو، قلنا نطيبوا دجاج في مرق ابيض. راح نطيبوا انا اختاريت لهنا ابيض دجاج، درت له حبه بصل وندير له سنينات تاع الثوم، تقدروا تزيدوا حبه جزر وبيان سور المنكهات لو بوكي غارلي راح تكون الرانز زعتره المعدنوس، يعني نخليوه يطيب. بعد اللي يطيب الطفيح نفتوه نفتوه ولا نقطعوه بالموس يعني طراف صغار، ونحضروا كذلك كريمه تاع الجبن بارد في بارد اللي راح يكون فيها كاس كبير تاع الحليب ومغرفه كبيره تاع الفارينه ولا لا مايزينا، نفس الشيء نحطوا فوق النار الحليب ولا مايزينا ونحرك غير تعقد، نحيه نزيد له صفار بيضه ونزيد له كميه من الجبن. من بعد اللي فتت هذاك الدجاج راح نخلطه مع هذيك الكريمه تاع الجبن، نخامو فخوماج مع الدجاج اللي كان طايب وفتت، نديروه في اون بوش نقطعوها من التحت ونعمروا بها الاشكال اللي تحصلنا عليها بعد اللي طابت. نعمروها ونروحوا نرابيو فخوماج ونغطسوا الجهتين، يعني راح يكون شكل مونشون لكن مش بلا بات فويتي، راح يكون بالعجين مغاير بشكل اخر. للناس اللي ما تحبش لا بات فويتي وما تحبش الدهون بزاف. وعندنا تحليه اللي نشوف تشينا. تشينا راح نعصروها راح نتحصلوا على شحال كيلو هذيك ولا كيلو عطل؟ والله راني عارفه كيلو شويه نحيتيها من الجنان. الجنان ما وزنتهاش ماشي موزونه. اذا راح نعصرها حتى نتحصل على زوج كيسان، يعني ناخذ زوج كيسان تاع تشينا معمرين، عصير تاع تشينا معمرين، زوج كيسان راح نحطهم في كاسرونه، راح ندير عليهم زوج مغارف تاع النشا لا مايزينا، وندير عليهم هذا الكاس الصغير تاع السكر. حرك فوق النار حتى تعقد، غير تعقد التشينه والسكر ولا مايزينا راح نرمي عليها مغرفه كبيره تاع لا مارغارين او الزبده. ناخذ هذاك لاباغاي اللي تحصلت عليه، هاد التحليه تركيه هما يديروها في فناجيل، يعمروا الفناجيل ويدخلوها للكونجيلاتور ربع سوايع. كونجيلاتور كونجيلاتور تجمد باش تقدر تنحيها وتتحكم فيها. غير ينحيوها راح يرمضوها في لانوات كوكو، يعني ينحيوها راه يحربشوها في هذيك لانوات كوكو ترفد وهي بارده، يقطعوها دي ترونش ويديروا لها تشبه بالبيستاش. لكن وزازت انا شحال ديري بها هذاك؟ بيستاش هذا شنو هذا؟ بيستاش بيستاش اوكي اوكي. هو لو فو بيستاش هذا فو بيستاش باش ما نكذبوش على المشاهدين. انا خفت الوقت ما يكفينيش لطفيه، يعني لو كان ندير في الفنجال وما تجهزليش وتبقى سايحه، انا اختاريت اني نديرها في دي مول صغار باش تجمد لي بسرعه، ونرمدها نفس الشيء في لانوات كوكو ونزينوها بشويه مكسرات، يعني تكون تحليه سهله. نعم سهله خفيفه ومنها تكفيك يعني تدير لك بزاف. دير بزاف دير يعني كي نديروها هكذا ويكون الشكل تاعها شباب. نديو اتصال يلا نقولوا الو. الو ونقولوا صباح الخير. الو مرحبا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. شراكم لاباس؟ الحمد لله ربي يهنيك. كنتوما لاباس الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ امان من البويره. مرحبا بك وبناس البويره كامل. الله يسلمك. كاش برده عندكم تيك جدا؟ ما كاش بزاف شويه. او راه الثلج في تيك جدا راه يبان؟ ما والله ما نكذب عليك. ما طليتيش كاع ما شفتيش. هاكي في البويره فيل في لافيل. ايه. مرحبا وسهلا، مرحبا بك وبكامل ناس البويره. الله يسلمك، واش راهي الاخت ايمان؟ هاي معاك. لاباس الحمد لله، صباح الخير. الله صباح النور، واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله، سوال عليك وعلى ناس البويره. راكي كيما الكوفيه. الله يخليك، عينيك شابين. الله يعزك تعيسي. الله يسلمك، واش راكي لاباس؟ لاباس. العائله بخير؟ لاباس. نتعرفوا عليك اكثر، متزوجه؟ نعم. عندك اطفال؟ عندي جوج. ربي يشدهم لك ان شاء الله. راه مع الفروض شويه الامتحانات ولا مازال؟ مازال ايه. مازال ما بداوش. مازال ما بداوش ايه. معليش تبعتي موضوعنا طرحناه اليوم؟ ايه تبعتي وانا ما نكذبش عليك ما نسامحش. يا خاه اكل يوم كاع ما تسامحوش، ليه تعيط لنا تقول ما نسامحش؟ ما نسامحش انا قاسمي بزاف. والو ما تسامحي حتى واحد. والو والو. وعشتي مواقف اللي
اللي ضروك فيها والو ما تقدرش تصور، وحتى يطلبوا منك وما تسمح. ما انا نقدر عطيني بزاف. إن الله غفور ورحيم، أيضا يحب كل شخص يكون في قلبه ذرة رحمة. لازم تكون، نقول لك لازم كي نحطوا راسنا على المخدة نقولوا ربي لقد سامحت، يعني سامحت مسامح كريم. الأخ قاسني في الشرف نتاعي ما نقدرش. على حسب المواقف اللي عشتيها. ألو صباح الخير سي خليلة. أهلا أهلا وسهلا، صباحك برباحك. راكي لاباس؟ الله يسلمك. واش راكي لاباس؟ والله بخير الحمد لله، وانتم بخير؟ والله لاباس الحمد لله، وليدات لاباس؟ والله الحمد لله يعيشك. ما تصوريش شحال نحبك ونموت عليك. والله غير حنا تاني نحبكم بزاف. والله 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 العظيم غير دايره كي ماما نموت عليك ما تصوريش. الله يسلمك الله يسلمك، شكرا لك. ممكن نطلبوا منك؟ بيان سور تفضلي. الرقم تاعك تاع الهاتف. رقم الهاتف خلي رقمك مع الشباب، بقاي مع الشباب خلي لهم رقمك وراح تتصل بك شاف ليلى. انا نتصل بك بعد الحصه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا على اتصالك. شكرا لك. شكرا شكرا. اذا كانت هذه المواضيع او الاطباق اللي خيرتي لنا نهار اليوم. احنا راح نروحوا لموضوع علم النفس. حاضره معنا الاستاذه الاخصائيه في علم النفس العيادي هدى مخلوفي، راح تعرفنا على الموضوع. ايمان قلنا هو مربوط عنده صله بالموضوع الرئيسي طرحناه اليوم، التسامح. هل التسامح وهل الانسان يقدر يعطي فرصه لشخص اخر؟ التسامح والناس الحاقدين هو الموضوع اللي حنتكلموا عليه اليوم مع الاستاذه هدى مخلوفي مختصه في علم النفس. صباح الخير استاذه. صباح النور ايمان. مرحبا، نورتينا طاقم المشاهدين الكرام. نور الله يخليك. اذا موضوع مهم جدا نحتاجوه في حياتنا اليوميه، هو كسلوك حياة من المفروض يكون في ريبرتوار سلوكياتنا اليومية. صح. بداية خلينا نتعرفوا من الناحية النفسية العلمية، هل من تعريف للتسامح كسلوك؟ إذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في علم النفس يعني ما نعرفوش فقط السلوكات، هذه في يعني في وقت مضى كان علم النفس يعتمد على الظاهر على السلوك الخارجي المشاهد والملاحظ. الآن صارت هناك يعني تحاليل داخلية وأمور أعمق من هذا الشيء، نقدروا حتى نستدلوا على الأفكار من خلال التركيبة الكيميائية تاع الدماغ والكيميائية تاع الدم، ونستدلوا على العواطف أيضا. ويوجد أيضا مقر يعني ثابت ممكن المشاهدين يبحثوا عليه في الانترنت، يسموه الجهاز الحافي او الجهاز اللمبي. احنا عندنا القشره الدماغيه المخ تاعنا، ثم في اللب تاع المخ يوجد هذا الجهاز وهو مركز الذكريات، مركز الانفعالات ومركز القرارات. لما نحكوا على هذا الجهاز يعني عنده اهميه وانعكاس كبير على حياتنا. لماذا؟ اي شيء راح يحصل في المحيط تاعنا راح يتخزن في هذا الجهاز منذ ان نكون اجلنا في بطن امهاتنا وحنا لا نكبروا. ثم في الحياه اي حاجه تصرى خارجيا راح تدخل مباشره لهذا الجهاز، واش يدير؟ راح يقارنها مع كل ما مضى، يعني كل المواقف اللي كانت في حياتك راهي مخزنه لتم، راح يقارنها. اذا لقاها تشبه المواقف ايجابيه راح يعطي قرار ايجابي، انفعالات ايجابيه، ثم تحبط القرارات الى الهيبوتالاموس تالاموس اللي هما اللي يتحكموا في الغدد، ثم هما يحبطوا قرارات للغده النخاميه اللي يتحكم في كل الغدد، ثم الغده النخاميه توزع القرارات على باقي أعضاء الجسم اللي نحتاجوها باش نواجهوا هذا الموقف ولا نتفاعلوا معه. فعلاش أنا نحكوا على هذه النقطة؟ لأنه باش يفهموا العلاقة تاعها مع التسامح، لأنه التسامح راهو نقولوا نتيجة ولا نقولوا عملية نفسية فكرية انفعالية، لو ما وصلناش لها راح تكون واحد الأمور راهي تصرى لداخل وهي نسبية بما أنه تجرى بالمقارنة. أكيد. أنت قلتي أنه الجهاز الكفيل بذلك الجهاز الحافي أو السيستم اللمبي يقوم بالمقارنة، مقارنة كل الملف يسموها ملفات. بمعنى صرا موقف، تخيلوا بي سي ولا أن تليفون فيه أن فيشي، وفي هذاك الفيشي داخل أن دوسي، داكوغ؟ الدوسي هو نقولوا الملف الكبير، داخله دي فيشي. دونك كي تدخل معلومة راح تتقارن مع لي فيشي اللي يشبهوا لها. المخ عنده القدرة على أنه يديطيها ويقارنها ويشوف الأمور اللي تشبه لها. هذا الأمر واش يعطينا إنعكاس؟ نلقاو ولا ممكن تصرى لنا كلنا في موقف معين، هو الموقف بسيط لكن احنا نفعل عليه بدرجة كبيرة ونديروا رد فعل مبالغ فيه لا يتلائم مع الموقف. لما نجو ولا لما الإنسان يقعد يقول علاش درت هكا، ممكن يتفكر أمور أخرى صارت له عندها علاقة بهذا الموقف. أو لما نجو نحللوها في العيادة نلقاو بلي كاين مواقف سابقة
راهي مخزنه تشبه لهذا الموقف، والانفعال تاعها مخزن، يعني ما تسامحناش معها، ما تصالحناش معها، واش صرا خزناه بهذاك الانفعال الكبير. فالانفعال راهو داخل مخزن وحاب يفرغ نفسه، وحاب كيفاش نقولوا يخرج من لوكور. فوالا، دونك باش يخرج يقعد يحوس على اي شيء يشبه باش يخرج هذاك الانفعال باش يريحك. هي عمليه فيزيولوجيه ماهيش نفسيه. نفسيه فيزيولوجيه، لانه راهي افكار مخزنه وانفعالات. الانسان مجموعه افكار، انفعالات، سلوكات. لما تتاثر الفكره راح تاثر على الانفعال، راح تاثر على السلوك. يتاثر الانفعال راح ياثر على الفكره، ياثر على السلوك. يعني هو مثلث مترابط، ما نقدرش نفصلوا شيء على شيء. حتى السلوك اذا التزمت بعاده راح تتكون لي فكره، راح يتكون لي انفعال، وندخل في واحد الحلقه مفرغات تعاود الامور. فهنا الافكار ماهيش افكار كما احنا نشوفوها امر مجرد وبسيط وهكا غير ملموس. الافكار تترجم في الدماغ الى كيمياء وموجات دماغيه. لذلك لما كاين دراسات استدلت على الاكتئاب بالموجات الدماغيه، لما نشوفوا نشاط المخ نديو هناك منبه ومؤشر يفيد انه فيه اتصال هاتفي ونقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. راني فرحانه عيطت لكم اول مره. احنا انا فرحانين اللي سمعنا صوتك اول مره. راني نخمم في الشامبرا ونشاهد التلفزيون ونشوف فيكم. ربي يقدرك ان شاء الله. ربي يقدرك. نتعرفوا عليك من فضلك؟ ام محمد من تيبازا. ام محمد من تيبازا، تحيه ليك والمحمد والناس تيبازا. الله يسلمك. الله يخليك. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ونحب ليلى بزاف بزاف بزاف، قولي لها نشوفها على وحده ونص بزاف. شاف ليلى؟ ايه تشوفيها في برنامج الو شاف، وتقدري ايضا تشوفيها في برنامج صباح الشهره. قايم معك ليلى. قولي لها بصح على وحده ونص بزاف. قالت لك تشوفك بزاف على وحده ونص. باسكو تكون كملت شغلها. صباح الخير عليك. قاعده في الدار مع الشغل مع. ربي يقدرك، ربي يقدرك، ربي يكون معك. الله يسلمك. سمعتي السؤال اللي طرحناه اليوم؟ نسامح. أنا حنينة بزاف، اللي يجي يحقرني بصح نسمع. تشوفيها نقطة ضعف ولا نقطة قوة؟ ضعف. ما راسي ويقول لي، يقول لي ضعيفة بزاف، وننظر يقول لي هذا الكلام، خاطر قوة حنينة بزاف. راح نشوفوا مع الأستاذة إذا كان الحنية تعتبر كنقطة قوة ولا نقطة ضعف بالنسبة للإنسان. أنا ضعيفة بزاف ويحقروني ماشي. مام راجلي ويحقرني. مشكل هكا راجلي ويحقرني من معامله هكذا. المعامله تاعو ما مفضل يتقلق اي حاجه يتقلق. هاي معك الاستاذه. يتقلق يجيب لي زعاف للدار. هاي معك الاستاذه دوك تطرح عليك بعض الاسئله. صباح الخير مدام. درت الكورات باش هدرت خاطر ما قدرتش نهدر. قالت لي بنتي، عندي بنتي عندها 18 سنه، قالت لي ديري القوه وهضري، خرجي واش كاين في قلبك. صافي اليوم درت الكورة جوي. وجاتك الفرصة، راهي معنا الأستاذة الأخصائية في علم النفس، راح تجاوبك على انشغالك. مادام بنتك تقول لك خرجي للزوج تاعك لأنك مضغوطة من جهته، ولا خرجي للناس كاع؟ بزاف بزاف مادام، والله غير بزاف. بزاف أي حاجة ما ندير له والو والو يبخسني أي حاجة، حتى تولي تضرب. قالت لك توصل حتى للضرب، يبخسني توصل للضرب. بصح كيف يضربك مادام ما ترجعيلوش كاريمون؟ ما ترجعي له والو يضربك؟ اي حاجه. قلت يزعف يزعف برا يجي يدير مشاكل عندي. داكور، يعني هذا امر اخر، هذا نمط شخصيه تاع الزوج ونمط شخصيه تاعها في هذه العلاقه اللي خلاوه. ما ندير له والو والو، اي حاجه وما ردلوش. وضو قالوا لي لازم تردي، واش ردي خرجي على قلبك، ماشي ترد كلش في قلبك. مولفة تقولي لا لا ولا ما تقوليش بزاف لا لا؟ نقول لا لا. وانت ربما هذا الشيء خلق لها خوف من جهته. لا لا استاذه. ايه هي كاين خوف بصح تقول لا لا يعني. بس باش كنت تعيط جاني كي الخوف باش نعيط. كيفاش تعيطي مادام؟ باش تعيط لنا للحصه يعني الخوف. تخاف. خفت باش نعيط لكم. هذا خوف معمم، ما عندوش علاقه فقط بالزوج تاعك، عندك خوف من مواقف في الحياه. صح قالوا لي، قالت له واحده اختي وحنا شفته هكا، قالت له انت اللي خوفتها ورديتها هكا، ولا تخاف منك؟ تخاف منك بزاف. شحال عندكم من عام زواج مدام؟ عندي 23 سنة. 23. 23. الله يبارك. 24 كاع. الله يبارك. معليش. ولد راه عنده 23 سنة. ما شاء الله. الله يبارك. 18 سنة. الله يبارك. 9 سنين. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. يسلمك.
هو في الحقيقة نمط شخصية لازم يغير، يعني المشكل ماهوش في الزوج تاعك سيداتي، ولكن انت لازم تنمي أمور في الشخصية تاعك، توازني أمور، تتعلمي كيفاش تعبري على آرائك بأفكارك بطريقة مقبولة باش الآخر يتقبلها، وتتقبلي الآخر لأنه هذا زوجك عندك 23 سنة معاه، يعني المفروض تعرفي نقاط ضعفه وتعرفي نقاط قوته وتعرفي كيفاش تدخلي له وكيفاش تناقشي. ما تصبرش كاع هكا، صبرت يعني. صبرت لو كان واحد اخرى في مكاني ما صبرت. روح هيك من زمان من اللي تزوجت به وانا في المشاكل، صبرت يعني على جال ولادي، على جال نقول وين نروح. ولادك يعيط عليك قدام ولادك؟ يتاثر ولادك قدام ولادي؟ هذيك اللي ما نحبهاش، قدام ولادي اللي يبخسني ولا يدي لي اي حاجه. يبخسك ينقص من قيمتك يعني؟ ايه يحب يحرجك بزاف. ايه ويقول لي ضعيفه، ما نحبش كي يقول لي ضعيف، يعني يقول لي ما ماشي قويه ماشي قبيحة. قلت له علاش نولي قبيحة باش تحبني قبيحة؟ يعني ذلك ضروك كاع الناس يعرفوا كلش قباحة، وانا زاد نفضل ما نخرج ما اي حاجة، روح نقضي باش نولي للدار. هذا واش عندي؟ وعندك حباباتك يجوا لك للدار؟ لا ما عندي والو. والو خيات اختي واحدة ساكنة قدامي هنا، ساعات تجي عندي ولا نروح عندها انا. كاين مواقف مادام وين الزوج تاعك يكون مليح يقصر معاك؟ ايه ساعات هما كي يولي في حاله ويولي نغمه، تقولي ماشي هو عنده مشاكل برا، عنده تحديات في الخدمه. ما سمعتش اي حاجه تاع خدمه، خدمه كي يكون حاجه تاع خدمه مشاكل اللي يدير هكا. ساكنه وحدك مدام؟ راني وحدي. ايه وهو كي يقول لك واش قال لها مقبل الانتقاد؟ انت ضعيفه. يقول لك انت ضعيفه وما تعرفيش تهضري. ايه ايه في اي موقف يقولها لك؟ كان لازم موقف تعبري فيه، ديري موقف ثاني يجي يقولها لي هكاك. وحده انا ماشي بزاف غير قدام اختي كانت معايا، جات تقصر معايا. واش تشوفي من الزوج حتى الربعه اي هضره بلا يهضر لها دايرو برك برك برك، انخلعت في اختي. انت تسمعي لاختك بزاف مدام، تسمعي للناس. كيف تسمعي لاختك؟ تسمعي للناس؟ اي اي معليش دوك نعطيك تعليق بصح، الا حبيتي يعني مادام شوفي استشاره عند نفساني راح يعلمك تقنيات، لانه هنا ما يكفيناش الوقت ندخلوا في تفاصيل، راح يعلمك تقنيات وين انت تطوري شخصيتك وتطوري التعامل مع زوجك وترتاحي من هذه النقطه، يعني عادي كاين حلول ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يوفقك يا مادام. يعطيك الصحه على الاتصال. ما عندكش شي غير واحد اخر؟ انا راني فرحانه اللي كلمتكم، راني فرحانه بزاف بزاف. احنا اللي فرحانين باتصالك. احنا اسعد سيداتي. متأسفين على الحالة اللي عايشتها. صحكم على الصح، طلعوا لي المراد. الحمد لله يا ربي. طلعوا لي المراد. الحمد لله يا رب. ان شاء الله كل ايامك فرحة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب. شكرا. شكرا لك سيدة تريتي. نكملوا معك استاذتنا. يعني نعقب فقط هذه حالة يعني نفسية، هي عندها صفات في شخصيتها والزوج تاعها عنده صفات في شخصيته، من تعليق هذاك الانتقاد معناتها كاين حاجة مش راضي عليها ودائما يتعامل معها بعنف لأنه ما شافش هذاك التغيير. وهي حباته يغير وما وصلوش لطريقة حوار يعني اللي توصلهم لهذا النتائج. فنصيحة أنه لازم يشوفوا مختص نفسي يعطيهم استشارة نصائح، لأنه الأمر يحتاج عمل ويغيروا في شخصيتهم وعاداتهم وترجع الأمور للمجرى. ويبدو لي أنه زوجها يستمتع لما ينقص من قيمتها قدام خوتها وقالت لك في كل مرة. لا يستمتع لأنه قال لها وعلاش أنت ضعيفة، يعني هو راه يمتعض كاين حاجة ماهيش مرضياته في شخصيتها. يعني انا علاش قلت لها اسكو تسمعي لاختك وتسمعي للناس ايتو جينيرالمون، يعني الانسان اللي تكون شخصيته شويه ضعيفه تلقى ما عندوش اراء واضحه، ما عندوش مواقف واضحه، عنده خوف باش يدير امور، عنده تردد، فتلقى دائما يستعين باخرين باش يعطوا له اراء ويوجهوه وياخذوا قرارات معاه في الحياه. فاظن الزوج تاعها حب يشوفها انسانه قويه مستقله، وماشي معناها خفيفه لانه قالت له علاش لازم نكون خفيفه، لازم نكون قبيحه. ايه فعادي يعني قادره تطوري امور في شخصيتك بلا ما تروحي للسلبيات، بلا ما تولي خفيفه وقبيحه. فاظن انه الزوجه يحوس على واحد النمط تاع شخصيه وهي قادره تطوره في ذاتها. يعني ماهوش امر صعب. كيفاش يكون التطوير؟ تعمل على ذاتها، على مواقف، تتعلم تقول لا، تتعلم تفكر، تتعلم تنقص تردد، تنقص مخاوف، تنقص هذيك الانفعالات وتغلب المنطق وتخمم في الامور بعقلانيه، توزن الامور بسلبياتها ايجابياتها وتاخذ قراراتها الشخصيه. تحدد اولوياتها، تحدد النقاط اللي ما ترضاش عليها، مثلا انه ما تحبش لما يتنرفز عليها، ما تحبش لما يقول لها كلمه، تقعد معاه وتحكي معاه. دو كيفاش تحكي معاه؟ هذا هو السر، لانه الاسلوب هو المفتاح تاع انه نوصل نتيجه ولا لا. فمن غير الطبيعي انه زوج هكا ينتقدها
باش تحسن من شخصيتها وامام تو عنيف معها، معناها عنده عاطفه من جهتها ولكن هي تحتاج تخدم على نفسها شويه ومن بعد هو راح يتغير. يعني ماهيش حاجه كبيره، فقط نديروا المجهود اللي يلزم. كاين ناس تقول لك انا سييت وسييت وسييت، صح ما سييتيش واش يخرج على هذه الشخصيه، سييتي بالك واش سمعتي في الكوب الفلاني، واش سمعتي من فلانه، واش بانت لك بالصح المناسب لهذه الشخصيه، لهذا الوضع، لهذه الظروف، لهذه العائله، هذاك هو الصح، هذا هو المفتاح، وعلى هذا اللي نحتاجوا استشاره نفسيه، هي اللي تعطينا هذه المعطيات. نرجعوا لموضوعنا، هي قالت لك التسامح انه نشوفوا ضعف الشخصيه، يعني التسامح هو في حقيقته وفي لبه هو قوه شخصيه وهو فضيله وهو قيمه عاليه في الاخلاق الانسانيه وقيمه حتى في الدين تاعنا، لانه الانسان اللي يوصل باش يتسامح، يتسامح عن وعي، يتسامح عن ادراك، ويتسامح وهو عارف باللي خلاص هذا الموضوع راح يغلقه، وهذاك الانسان راهو مقيمه. كيفاش نوصل لهذا التسامح؟ لما نشوف الاخر هو مجموعه معلومات كنا حكينا عليها مره وحبينا يعني نزيدوا نخوضوا في الموضوع لانه مهم جدا جدا. لما نقيم الاخر على انه مجموعه معلومات، بمعنى هذا الانسان عنده فهمته، عنده عقليته، عنده تخمامه، حكم على الامر بهذاك المعلومات اللي عنده. ممكن ما عندوش المعلومات اللي عندي، والمعلومات اللي عندي متعلقه بشخصيتي، بفهمتي، بيئتي، بثقافتي، بتربيتي، كل هذه المعطيات تعطيني ردود افعال وتعطيني امور نخرجها بطريقه معينه توصل للاخر يفهمها على حسابه هو، فيعطيني رد فعل على حسابه هو، ثم راح يتعاكس ولا ممكن يتصادم مع امور فيا انا وندخل في رد فعل اخر وتولي حلقه مفرغه. لكن لما نقيم الموقف بوعي فنشوف انه الاخر عنده معلوماته دار لي هذاك رد الفعل، عنده معطياته الفكريه، ممكن ما فهمنيش، ممكن ما وصلتلوش الرساله مليح، ممكن راهو في ظروف معينه، ممكن عنده معطيات في راسه معينه، اما اني نوضح اذا كانت فرصه نقعد مع هذاك الانسان، قال يا فلان واش قصدت بهذه؟ علاش قلت هذه؟ انا واش قصدت؟ نوضح الموقف ككل ونصفيه ونوصل هذاك الاتفاق ولا وضوح الرؤيه والمفهوم. اذا توضح المفهوم ومن بعد رد فعله هو مسؤول عليه، لكن ما نحكمش عليه اذا انا ما وضحتش المفهوم. هذا من جانب. من جانب اخر اذا فت وضحت المفهوم وخلاص بانت الامور، نلغي الملف من راسي، خلاص نتسامح على هذاك الموقف، جرحني بالكلام ولا جرحني بفعل ولا دار لي موقف ما يعجبنيش، بما اني شفت مجموعه معلومات وضحت، ولا يا سيدي ما وضحتش وشفتوا بلي مجموعه معلومات وما يهمنيش رد فعله، خلاص اتسامح معه. التسامح هنا علاش قلنا مقبل ان سيستم لمبيك وعمليات كيميائيه وامور تفرز في الجسم وكل هذا الشيء، كل حاجه راهي تخزن. فاذا انت ما تسامحتش مع موقف وما تسامحتش مع موقف وما تسامحتش مع موقف، راهي مخزنه لداخل تخليك في حياتك كل ما يجي موقف يطلعوا هذيك المواقف لانه يحبها تتخلص من هذيك الشحنه، فيطلعوا يخلوك تشوف الامر بطريقه سلبيه اللي صارت في المواقف الفلانيه. وللاسف هنا العقل تاعنا عنده واحد الخواص ممكن نستغلوها ايجابيا ممكن نستغلوها سلبيا. كاين واحد الخاصيه ولا قانون في العقل يسموه قانون التعميم. فاذا انا صار لي موقف مع فلان مثلا مراخنها واحد عرفاته ولا كان خطيبها ولا، فتتأزم من الوضع ومن بعد تعمم تقول لك كل الرجال هذا كل الرجال صح. كل الرجال يخونوا. ثم العقل واش راح يدير؟ في كل موقف راح يبدا يديتكتي سلوكات حتى وهي يعني لا علاقه لها بهذه الفكره تاع الخيانه، ولكن لانه خوف داخلي، لانه الم نفسي، فباش يتفاداه واش يدير؟ يولي يحميك، يديتكتي لك هذوك السلوكات ويقول لك اه فوالا هذه عندها علاقه بالخيانه كوبي من دوكا. ويولد الحقد، يولي انسان حقود. بالضبط. صح. وقتاش يوصل عدم التسامح الى مرحله الحقد؟ هنا لما نغلبوا الانا، لما الايجو هذاك يطلع ونقولوا بلي انا وعلاش وقال لي وكيفاش وانا ويدير لي وانا هذيك انا وانا ويقول لي هكا ويجرحني ويدير لي الموقف وقدامهم ونبداو نطلعوا ونحبطوا في انا، انا الايجو تاعي وكرامتي وما نسمحش وكيفاه وعلاه، فهنايا واش يصرى؟ الايجو لازم يدافع على نفسه، بما انه انسان اذاك فمباشره رد الفعل الاول اني ندافع على نفسي حتى بابسط الامور، ممكن هو يقول لي كلام سلبي نرجعوا ليه، انت اللي فيك وانت اللي فيك. لذلك في الصراعات نلقاو الانسان اذا سبك بكلمه راح ترجع له زوج وثلاثه للاسف، لانه الانا هذيك تطلع، الانفعال يطلع، لما يطلع الانفعال خلاص العقل ما يقدرش يمنطق الامور، ما يقدرش يخمم بعقلانيه، فراح يرجع بانفعالات، نلقاو روحنا حتى احنا غلطنا بالهضره، غلطنا بالسلوكات، ويتازم الوضع ومن بعد يولي الحقد لانه وصلت لهذيك الشحنه الانفعاليه. بالضبط. هنا اذا كان الايجو راح يصعب جدا طلب الاعتذار وفي بالنا باللي هو غلط في حقي وكيفاه وعلاه. طيب استاذه كيف نتعامل مع الانسان الحقود؟
والله يعني الحقد والتسامح راهم نقيضين. الإنسان الحقود يعني راهو شر متنقل، إنسان يأذي نفسه بالدرجة الأولى. دوك نعاودوا نرجعوا للصيغة الكيميائية وش يصير داخل الجسم، لأنه هذا فيه أمراض جسدية على المدى البعيد، راح يأذي نفسه وراح يحاول يأذينا في كل فرصة للأسف. فأنا ننصح الناس إذا ما قدروش يتعاملوا بالحسنى، لأنه يقول لك أتبع السيئة بالحسنة تمحوها، أو في العلم النفس وفي البرمجة العقلية، الإنسان لما يكون شاد من جهتك موقف سلبي رجع له مواقف إيجابية راح تمحي هذاك الموقف السلبي، لأنه العقل يبني على آخر تجربة. فهذيك التجربة كي تعطيها له إيجابية خلاص يقول الإنسان هذا وتسقم ولا بلك ويعتذر بطريقة غير مباشرة، بلك فاقل وش صار، بلك إنسان طيب أنا ظلمته الموقف الفلاني، يدخلوا في هذه الأعذار فيمحي لك وش فات ويبدا معك هذيك الموقف الجديد. فالإنسان اللي عنده معاه واحد حقود ولا نقولوا في نفسه أمور سيئة ولا سلبية يحاول يتعامل معه بالحسنى بالابتسامة، يبين له يشرح له أكثر. إذا كان هو إنسان اللي يعطي أفكار هكا عامة على فرض أنه الآخر راح يفهمه، لما تكون حساسية المفروض نغوصه أكثر في التفاصيل باش نوضح للآخر بلي أنا نيتي إيجابية ويعني الخلفية تاعي راهي إيجابية، وما كان له يدخل في هذيك الأفكار السلبية اللي راهي داخل ذهنه بناء على أمور فاتت. الإنسان الحقود حتى ملامح الوجه ينعكس عليها حقده، صح؟ أكيد وجهك حلو. إيه. يبان مسموم، يبان مغشاش. احنا هنا عاود رجعتني للنقطة الرئيسية، هي انه المشاعر مرتبطة بالجسد. علاش مقبل قلنا ما نقدروش نفصلوا المشاعر والسلوك؟ أي حاجة راهي داخلية كفكرة ولا كإحساس راح تترجم الكيمياء، راح تستقبلها الخلايا تاعي وراح تعكسها للآخرين، راح تتفاعل معها. الخلية اللي يكون صاحبها إنسان فرحان ومتسامح وطيب وعادي يشوف الأمور بإيجابية، تلقاه منشرح منور، تلقاه حتى هو مريض ولا عنده أمور بصح تلقى الأسارير تاعو فيها نوع من النور والجمال. لكن الانسان اللي تلقى النفس الداخل تاعو مليئه بالسلبيات والحقد وممكن يحسد الاخرين، هذه امراض القلوب وامراض النفوس، تلقى دائما عنده يعني واحد الملامح مكفهره، ملامح عادل. فيها واحد الهاله سوداء، هاله رماديه، يعني عنده واحد الظلام هكا تغشاه، يعني واحد الظلمه وهذه طاقيا مثبته، حتى تغشاه هذيك الظلمه تعبيرا على انعكاس تاع الداخل تاعو. فالمشاعر ايضا في علم النفس تولد لنا امراض بما يسمى الامراض السيكوسوماتيه او الامراض النفس الجسديه. فالانسان في مسار حياته كل هذه المواقف اللي راهي تخزن راح تخزن معها انفعالات، والانفعالات اذا ما خرجتش راح تخير نقولوا عضو من اعضاء الجسد اللي عنده علاقه بهذاك المشاعر بهذاك الاحساس، لانه راهو يفرز الهرمونات الملائمه للتعامل مع الاحساس. فنلقاو مثلا الناس اللي عندها الغضب بزاف، العضو اللي ينقاس لها هو عضو الكبد، لانه الكبد هو اللي يفرز الجلوكوجين، الجلوكوجين والحديد هما اللي يعطونا الطاقه باش الانسان كيكون غضبان يكون في فوره انفعالات وكل شيء يغلي فيه. فهذاك الغليان ماهوش جاي من فراغ، الامور الكيميائيه راهي تخدم الداخل. فتلاقي الانسان على طول اي حاجه تغضبه، اي حاجه راهي تخدم فيه، اي حاجه تعطي له انفعال، فالكبد راهو يستنزف يوظف بطريقه زائده، ثم راح يصاب وظيفيا على المدى البعيد، ثم يوصل للمرض للاسف. الانسان اللي عنده حزن كثير في حياته تلقى الرئتين تاعو متاثرين، تلقى عنده صعوبه في التنفس، تلقى عنده يعني حتى صعوبه في المجهود اللي يديره لانه كاين صعوبه في التنفس. الانسان اللي عنده يعني خوف زائد في حياته تلقى الكليتين يخدموا بطريقه زائده، ممكن يدخل في امراض القلب ايضا. لا القلب نوعا ما، القلب خاصة بالمواقف تاع عدم التسامح هو والجهاز الهضمي وعدم تقبل الآخرين. فلما ما نتقبلش إنسان ولا ما نتقبلش أي شيء في حياتي، ما تقبلش أنا اللون فلاني، ما تقبلش أنا شكلي، ما تقبلش لما نكون في بلاصة فلانية يعاملوني بطريقة فلانية، ما تقبلش حومتي، ما تقبلش دارنا، يعني كاين عدة أمثلة تاع عدم تقبل. عدم تقبل هذا احنا نعرفوا أنه الجهاز الهضمي هو لهضم الأمور. فتخيل المشاعر عندها علاقة بهذا الأجهزة. احساس ماكش متقبله، حاجه ماكش متقبلها، ما تقدرش تهضمها، فشكون اللي يستجيب؟ لانه رانا في توتر، اللي يستجيب هو الجهاز الهضمي والكولون. عدم التسامح اللي يستجيب له هو الكولون بدرجه كبيره، والناس اللي عندهم اشكال في عدم التسامح راح تلقى عندهم الكولون نيرف بزاف، القولون العصبي وليزيل ساغ، المشاكل الهضميه تلقى عندهم بزاف، لانه دائما راه يتعصر، ماهوش قابل هذاك الشيء، ماهوش قادر يسمح، راهي تخدم له الداخل. فهذاك العمل الفيزيائي والعمل الكيميائي
كيميائي راح يصيب لنا هذاك العضو ويعطينا المرض. عدم تقبل الاخرين، عدم المسامحه العميق راح يصيب القلب ايضا، فنلقاو ناس يعني من الكره الشديد ولا من الالم الشديد القلب تاعها يعني سواء جهه انتاكيكاردي، سواء جهه مشاكل في القلب، مشاكل في الدوره الدمويه، لا تونسيون يعني الضغط الدموي، فكل هذا الشيء تنعكس جسديا اصلا. ايه جسديا. فاصلا هذه مصنفه في الامراض السيكوسوماتيه، بمعنى المنشا تاعها نفسي والتمظهر تاعها جسدي. يا الله، مجرد سلوك، مجرد شعور يخلي كل هالامراض الجسديه والعضويه. والانسان في باله ما سامحش انه الاخر اذاه، ولكن بعدم تسامحه يأذي في نفسه، يعني على المدى الطويل انت الخاسر في الافير، والاخر ممكن او عايش حياته، ممكن ينسى الموقف، ممكن ما داروش اصلا في باله وانت راك لداخل. طيب استاذه، باختصار بما انك تكلمتي عن المنشا، الاسره والمجتمع عندهم دور في تكوين شخصيه الانسان الحقود، عدم اللي ما يتسامحش، لانه احنا ولات عندنا فكره انه الانسان ما يتسامحش وكان عنده شخصيه هاك تسالو حاجه فريمون زعما يشد نفسه. على العكس، وبالعكس اللي يتسامح نشوفوه ضعيف شخصيه. اللي ما يتسامحش هو اللي عنده ضعف في الشخصيه، عنده عدم ثقه في الذات، عنده مفاهيم مغلوطه، عنده قيم متزعزعه، لانه غلب الايجو تاعو وما قدرش يتواضع وما قدرش يتقبل الاخر وما قدرش يلتمس الاعذار ويوصل الحوار عادي طبيعي، لانه كل الناس عندها سلبيات وايجابيات. فانا اذا ما تقبلش الاخر بسلبياته وايجابياته معناتها المشكله راهو فيا، لانه طبيعي تاع الناس سلبيات ايجابيات. غلط معايا الانسان، نتفاهم معاه، ما تفهمناش، لقيت بلي هو عقليته خلاف على عقليتي، خلاص ندير حدود عادي. الحدود في الطبيعي انه نبعد عليه ونقرب ناس اللي انا ما كانش حدود مع مشاهدينا. نتمنى انه وصلنا كل المعلومات واستفادوا. فقط معلومه اخيره، اتفضل. يعني التسامح هو قلنا فضيله اخلاقيه ودرجه كبيره، وحتى طاقيا وجسديا راح يوصل الانسان لواحد الصحه النفسيه، سلام داخلي، سلام روحي، حتى علاقته مع ربي سبحانه، حتى علاقته الجسديه والطاقيه، الجسد تاعو راح يكون في صحه جيده، هرموناته متوازنه، اعضاؤه متوازنه. يعني اذا تسامح راح يتسامح لذاته، لانه راح يتحرر من قيود راح يعيش بها العمر كله. الامور اللي ما تسامحش منها راح تقعد تتبع فيك كسلاسل. تخيل انسان هو يكبر وراه سلاسل وتقيد فيه وتثقل فيه حتى يتحرر منها، فلما يتحرر راح يحس بواحد التغيير رائع. نتمناه لكل مشاهدين. كل شخص نتمنى انه يكون متسامح مع ذاته ومع نفسه قبل ما يكون متسامح مع الاخر، لانه كل شيء ينعكس على الوجه ويخلي الوجه يضوي. وانت اضعتي وانارتينا من خلال حضورك، نورتينا في حضورك اطلالتك. راح نروح على فاصل غنائي من بعد نتعرف. يلا تفضلوا. اذا مشاهدينا تحيه متجدده لكل ما التحق بنا، مرحبا بكم عندنا وفي مطبخنا مع الشيف ليلى. كنا نشوفوا هذه الاغنيه الجميله من انضاء حاتم عمور، هذا الصوت الجميل. كلمه تقول اخر مره، احنا ماذا بنا مشاهدينا الكرام اللي مروا على تجارب ربما تكون مره، نتمناو انه يحكوا لنا اذا تسامحوا مع الاشخاص اللي ضروهم ولا لا من خلال ارقام الهاتف الظاهره اسفل الشاشه. اذا ليلى نعاود نولي لك، انا نشوف لا كريم طابت، لا كريم لورانج درنا لها النشا ودرنا لها السكر. جوستومون تبان تاع القارص. تبان تاع القارص كما راكي تشوفي. انا اختاريت هذه الاشكال باش توجد لنا بالخف، انما اللي عندها الوقت تدير في الفناجل باش هكا تجي تحليه تركيه تاع الصح. كما تنجح لكش الوصفه ليلى تقولي اخر مره. لا نزيدش نعاودها. لا تمون شحال فيها. انا الوصفه اللي ما تخرجليش هي اللي نعاودها ونعاودها حتى نجيبها. يعني تسمحي وعادي. وبنتك تحب الكوزينه؟ اي تحب الكوزينه. كي دير كاش وصفه وتخسر لك كاع لي زانغريديون ما تنجح لهاش، تسمحي لها ولا؟ اكيد نسمح لها، باسكو لازم تتعلم. ايماني لا ما خسرناش ما نتعلموش. لازم في الحياه هذه لازم الاصرار ولازم التكرار باش نوصلوا للهدف تاعنا. صح صحيح. راح تكملي هكذا بشكل واحد ليلى. ندير شويه هنا ايمان وندير في الفنجان كذلك باش نشوفوا كامل. لازم يجوا هكذا صغار ولا تقدري يجوا الشكل شويه كبير؟ لا قلت لك هو الشكل الاصلي في الفنجان. يعمروا الفنجان ويخليوه يجمد من بعد يقطعوه شرائح. اوكي. لكن انا خفت الوقت ما يعني ما يجمدليش باسكو حجمه كبير. احنا معنا اتصال، خليك تكملي شغلك ليلى. ناخذوا الاتصال نقول الو. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. وش راكي؟ أمينة لاباس. إيمان لاباس، راكي مليحة؟ صافا. الحمد لله لاباس، ولا عليك. اليوم راني فرحت حكمتكم، ما فانتصل وما نحكمكم. احنا أسعد، راكي محظوظة وحنا أنا محظوظين بك. ما تقولوش الأخر الأخ لطفي. أو معاك. معاكم ولادي على كل حال يعني. وش راكم لاباس؟ الله يخليك. الحمد لله وليدي. الحمد لله ربي يخليك أيما. نتعرفوا عليك؟ أم محمد من الجزائر العاصمة. مرحبا بك أم محمد وبكامل متصلين من العاصمة. الله يفرح في
خدمتكم. والله احنا فرحانين بسمع صوتك. يا ربي يعلمك. ربي يخليك ان شاء الله يا رب. سلمك وحصه الشهر ان شاء الله ربي يخليها كل ورده. ان شاء الله. وراي معنا شاف ليله ثانيه. نعم لحبه عزيزه عليا هي كنا. ان شاء الله عليها ربي يحفظها. انا وليلى انا لاتين بال هذه موس واش يقولوا لها كريم هذه ان بات دو فروي ان بات دو فروي حقومه تاع تشينا قالت لك راني نكتب في لا روسيت جربيها راني نتبع هذا الحصه تاع الشفافيه يعطيك صحه مدام شرف لينا عيشك نحب بزاف شاف لينا صباح الله يسلمك قالت صباح الخير ليلى صباح النور صباحكم بربحكم يسلمك عيشك ربي ينورك الله يسلمك شكرا نور نوركم يسلمك ربي يخليك ويبعد عليكم العين ان شاء الله امين امين شكرا ربي يحفظك يسلمك سيداتي عندك تدخل في الموضوع اللي طرحناه اليوم عندي عندي يا بنتي عندي تدخل على من هاد التنهيده معناتها الموضوع معقد نعم غير الخير سيداتي احكي لنا فرغي لنا قلبك واش نقول لك بنتي عن مسكينة ويا من نهار تزوجت ويا ما تهناتش. بنتك؟ وي بنتي. دوكا بالدراري وكيف كيف دوكا الحمد لله. ويقول لها يقول لها ما نطلقكش بالصحة وماهوش داير فيها الخير باش تقعد معاه. يعني تساوي ما يدخلش للدار ما يشوفها ما يهدر معاها. شحال عندها زواج؟ في 20 سنة. الله يبارك يعني عندها بزاف سنوات. عندها بنت في العام واحد اخرين هي صبرت على ولادها هكذا كما كل اغلب السيدات يسيء معاملتها هكذا نعم اكتشفت بلي كان يخدعها مع الاول في الديبي كاع تاع زواجها كان يضربها حتى يسيل لها دمها لطيف تجي للدار تغضب ماشي خطره ماشي زوج ومن بعد يجري يردوا لي مرتي يردوا لي ولادي وكانت تسامحوا عادي كانت تعاود تولي تولي وخدمت معاه وقفت معاه مع الاخر في دارها وحدها مهنيه ما خلاوهاش تتهنى ما نشعف لا من عند ربي ولا من عند العبد بها السحر ولا ما على باليش الحق دوك ولا ما يدخلش الدار ولا دخل ما يشوفها ما يهضر معاها وانت في بدايه الزواج كيف واش كنتي تنصحيها ما نصحتيهاش انا تولي وتسمح لانه هذه ماشي معيشه كاع قالوا لها يعني خصك منه هذه وهي حباته ما نكتبش عليك كان زواج عن حب نصح من الاول كنت نقول لها انا ماشي تاعك واللي حسيت عندي الفيزياء مسون قلت لها خطيك يا بنتي من الاول كاع وانتم الان علاقتكم كعائلتها معاه كيفاش راهي؟ خاطيها يعني الحق لا انتوما يعني انت يا اماها ولا باباها ولا وحي كيفاش راكم تتعاملوا معاه؟ والله عادي ما هو هو واش تحبي كما قال ما هداش ربي ما نعرف لا سحور ولا كاش ناس راهم يحرشوا فيه ولا عنده مراه دوكا حاب يتزوج مالي زعما ما خلاوهش كيفاش من بعد 4 دراري وبنتك كبيره قسمه دوك يزوجها والله ما حدش يهديها ربي استغفر الله ما على باليش للاسف لطفي انا نشوفه من جهتها خياس اخلاصي قالت لك انا نتلاقى هو قال لها ما نتلقاكش هكي قاعده يعني حب يخليها معلقه هكذا ولا كاش عندها كاش سبه باش تخرج الفاميليا ولا لازم حتى تشاوروا وهكذاك الا خلاها هي ما يخليش الدراري يخرجوا حاولت تشوف استشاري نفسي ولا استشاريه نفسيه لا تنصحها ونفسيتها هي كيفاش راهي يا ودي راهي مريضه السكر لاطونسون زاد حتى لابلي ولا لا كي نتفكرها وكي نسمعها هكذا هي حصه تهضروا عليها انتوما تهضروا وانا نبكي قلبي لداخل نحسو يبكي بالدم ما صبنا لهاش حل والله ما صبنا لها الحل تاعها الوحيد تطلق خلاص ما قدرتش يعني ما قدرتش نزيد الصبر وحتى فاميلتو حتى واحد ما جا ليها ما قال لها يعني صبرها ولا عقلها ولا الله غالب تغا حتى ما صبش لكن هي مازالها معاه مازالها في دارها في
دارها تربي ولادها، زعما يقول لها قال لها ما نطلقكش راكي قاعده في دارك، ما غير لا طلبتي انت طلاق، مانيش عارفه هذا المقصود تاعو واش من عندها. يعني الخلع ربما. اسمحي لي، واش كانت تحكي هذيك الاختصاصيه في علم النفس راني فيه هنايا. كاع الامراض اللي حكات عليهم راني فيها. حتى انا حكمت لابني وحكمت قلبي بالكولوم لاغوت نيرسياتي كل. ماشي ساهل، ماشي ساهل، ماشي ساهل الامر. عيلة ما نسامحوه، ماشي خطرة، ماشي زوج صافي 20 يا بنتي. 20 ربي ان شاء الله. هو ما حشمش. ربي يفرج ان شاء الله يا رب، ربي يفرج عليها ان شاء الله ويفرحها بوليداتها ان شاء الله. يسلمك. في الاول كان يضرب يسيلها دمها خطرة ديفيكيراها وليدها رداته ويضربها بدبته الود تحتها ولات كاع دم. رفدناها جابها باباها للدار، حنا نقولوا خلاص. ومن بعد يضرب شهرين ثلاث شهور يولي يطلب سماحه وهي تسامحه وتعاود تروح. وانتوما ما حاولتوش ديروا جلسة تتلاقوا انتوما عائلتها وعائلته وتصلحوا؟ يا ودي رحنا خطرة عندهم، بابا الحق والله ما حب يفرط في بنتي وباباها يحب وعزيز عليه بصح الله غالب. يعني انتوما الكبار هضرتوا معاه؟ ما قدرش الكبار هضروا معاه الكبار؟ ايه يعني باباه كان يزقى عليه. ايه باباه مات الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه. ايه وعلاقته درك مع ولادو كيفاش راهي؟ دلو غير ربي سبحانه اللي خلق. علاقتك مع ولادو كيفاش راهي؟ انا ولادو الحق يخرجهم يشري لهم يديهم يجيبهم بصح بالعنف. يعني المشكل مع مرته برك؟ المشكل مع مرته بصح معيشته غير بالسبان في الدار. العنف، العنف حتى مع ولادو العنف؟ حتى مع ولادو، حتى القرايه ما قدروش يقراو. الكبير في ولادو شحال في عمره؟ هو عنده 13 سنه. 13 الله يبارك. مراهقين. ايه طفل 20 سنه. سنة يدي في الباك هذا العام خسرت عمر الاولى يتعاود فيه دوزيام فوا. عيطت لها عيرتها ما خلاتلهاش. والدار الداخل كيفاش عايشين؟ عايشين في المشاكل؟ نعم. دارها هي نعرفك دايما في الدار مع ولادها كيفاش عايشه؟ اي شغل مدفونه في الدار. منين داكم لي فاكونس باش يخليها تجي؟ كان زمان كي تجي تجي تجوز لي فاكونس تجي سمانه ولا ايبا ما يخليهاش تتهنى. انت قلتي مقبل، انت مقبل قلتي خدمت معاه، كانت خدامه هي مقبل؟ ايه خدمته درت وقت تعاود فيه كان هذاك ما يخدمش. ايه وكانت خدامه هي؟ ايه كانت هي خدامه. ومن بعد حبست الخدمه؟ ومن بعد حبست حكمت لي غني يلاه حبست للاسف. واش نقول لك؟ بعد قليل راح تلتحق بنا الدكتوره زينب اسكندر. هذيك الله يبارك. وراي تابع فيك وراي سمعت انشغالك ان شاء الله راح تعطيك بعض التوصيات ربما كيفاش تتعاملوا مع هذه السلوكيات. سيك انا مراد كاينه كي هي كي باباها كي هي كاينه. جربتوا الرقيه الشرعيه؟ مازال هي مازال خطر الرقيه. ايه نكذب عليك تبدل انا كي شفتو خلعت ولا مليح واحد الشهر. ايه انا قلت لهم بلي راه مسحور هذا ما راهش نورمال. ايه وعلاش ما عاودتوش؟ لو كان عاودتو قلت له ولا قلت لمولا بيتي قلت له قلت كيما بقى اللي فات مانيش عارفه خلاص كرهنا. ان شاء الله ان شاء الله تلقاو حل ان شاء الله وان شاء الله بيت عامر يا رب وان شاء الله يا رب يغير كامل الاحوال داخل البيت. احنا ما نحبوش احنا ضد الطلاق ما عندناش الفاميليا اللي تطلقوا. لا حاولوا تصلحوا بيناتهم وهي ثاني ولادها راه ما شاء الله راهم كبار. يعني بالك الحل راه بين عينيهم برك مازال ما شافوش. ما نعرف ما نعرف. ان شاء الله يعطيك الصحه على اتصالك. الله يسلمك بارك الله وربي يخف عليكم ان شاء الله يا رب. ديروا فرق فيهم ربي يجازيكم ان شاء الله الله ينوركم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يخليك شكرا سيدتي يعطيك الصحه على الاتصال ربي يفرج يفرج عليك ويفرج على كل انسان راه مهموم ومغبون ان شاء الله. احنا قبل ما نروحوا لطفي ليلى والمحطه الثقافيه مع زميلنا محمد موفق نقولوا برك بلي الان حتفتح العجينه وتبداي في التشكيل الملاحة. نفتحها واحد 3 ملم. هذه لازم يشوفوها خطوه مهمه هذه. ما نستنى حتى تقدري تشوفوها. محمد امين بنادي تبع لنا المخرجنا يتبع لنا الخطوات. انت باك تعطيني موس واش نعطيك؟ قدامك موس. فوالا نحلها قلنا واحد 3 ملم. وخمرت الله الله يعني خمرت درتها انا فوق الماء سخون ما على بالهم واقفين معانا فوالا وناخذ تفضلي نزيد فضلك
نحي لها الاطراف ماشي يجيني. يستعملوا مسطره ولا لا كيقصوا الشرايط؟ انا نضمن لا غولات تكفي لطفي. او من الاحسن يعني شويه عريض على هذا. اها يسمى على ذيك اللي قلت لك باش يشوفوا الشكل والحجم على حسب القطر الثاني تاع الانبوب. لا لا وناخذوا العجينه بهذا الشكل يعني نحطوها فوقها ليجيرمون يعني ما نكثروش باش ما تجيش العجينه كما نقولوا احنا معجنه بزاف. اها شديت الشكل العنقودي هكذا هكذا ايمان ونخلي شويه وين نحكم هذا اللمبط. فوالا هكذا ونستفهم ماشي كورني لا لا سيجار سيجار يشبه الكورني صح؟ احنا عفوا احنا نضغط عليه كي طيب نضغط هنا يخرج فاسيل يعني انا خليت له هنا مساحه كافيه من نخرجه. شكل جميل يزيد يخمر في الكوشه يخمر يزيد نستفهم كامل يخمر واحد 10 دقائق بعد اللي نشكلهم وندخلهم يطيب. يعطيك الصحه ليلى شكرا لك. اكيد مخرجنا محمد امين جنادي راح يتبع كل الخطوات. احنا ماشي العجينه اللي خمرت مواضيعنا خمرت المواضيع خمرت فوالا بصبح وموفقه باذن الله. شكرا لك لطفي. اذا احنا راح تنضموا لينا مشاهدينا في فقرتنا المواليه اللي هي فقره او محطه ثقافيه بامتياز. حاضر معنا زميلنا محمد موفق صباح الخير. صباح الخير لطفي وشارك لاباس لاباس ايمان وشيف ليلى نقول لكم يعطيكم الصحه على وشكم تقدموا. موضوعنا رئيسنا اليوم هو التسامح. انت في حياتك مسامح ولا لا؟ لازم نكونوا مسامحين لطفي لانه بقدر ما تسامح بقدر هذيك الطاقه اللي راح تسامح بها اكيد راح ترجع لك وما خير. هذا واش تعودنا حنايا. تمد فرصه ثانيه للاشخاص اللي غلطوا في حقك ولا لا؟ شوف تمد الفرصه الثانيه بصح ما حش جامي راح تعود الفرصه الاولى لطفي. دائما تاخذ حذرك من هذوك الناس باسكو يقول لك الانسان اللي ضربك خطره راح يزيد يضربك لا دوزيام فوا تروازيام فوا. تما ولا ضربك هذوما زوج تما انت المشكل ضربك المشكل خطره ولا لا؟ لا. يصراو لنا لطفي. انا عندي حاجه في حياتي نمشي بها انه دائما لما تصرى لك حاجه وبالخصوص من الشخص اللي يكون مقرب عليك بعيدا عن العائله وانما الاشخاص اللي يكونوا محيطين بك وكوتيديانمون تلاقى بهم تصرى لك معاهم مشكل تما ما قدرش قيمه هذيك الصداقه اللي كانت تجمعكم ولا قيمه هذيك العشره اللي كانت بيناتكم تما خطا واحد يكلفك انك تقول لهم باي باي صح تخلي انت من الناس اللي سوبريمي من ريبرتوار اصدقائه. وي وي لطفي وي سيرتو في الاونه الاخيره نعرفوا انه الانسان كل ما يكبر كل ما يتفتح عقله كل ما يعرف يختار صداقاته كل ما يعرف يدرس خطواته ثم تخليك انك تسوبريمي بزاف عباد من ريبيرتوار سيرتو هذا الاسبوع. انا كانوا بزاف ناس اللي ممكن قراب عليا نحيتهم من حياتي. شكون مثلا؟ ما نقدروش نقولوا اسماء بصح اكيد يعرفوا روح فيهم. لكن تقدر تقول لنا اسماء الفنانين والمحطات الفنيه اللي مشاركه معنا في هذه في خدمة الفقرة. المشاهد وأول خبر ثقافي راح نبداو به لطفي. الظاهرة سول كينغ اللي كان طلق أول أغنية من ألبومه جديد في 2020 ميليغام هي بالتركية وصوروا مع الرابير العالمي داجو اللي كانت راح تكون له زيارة هنا في الجزائر ومجاج. لطفي الكليب صور في تركيا كانت فيه مشاهد من المطبخ الشهير لشيف ملهم ميليغام ملهم الجاي ما تنطقش بالاكيد. اذا كما نقولوا لطفي انه كانت فيها لقطات من المطبخ الشهير للشيف بوراك. نحن نشوفوا هذا الفيديو كليب حتى نتحدثوا اكثر عن تفاصيله. يلا بافكار جميل جديده جميل جدا. في كل مره جينا بها سول كينغ والافكار هي نتاج تفكيرنا. التفكير الايجابي هو الموضوع اللي راح تستعرضه اليوم الاخصائيه او المدربه الدوليه في تنميه القدرات والمهارات الذاتيه والمعالجه بالطاقه الحيويه ورفع الوعي بالوحي الاستاذه زيد الاسكندر الحاضره معنا اليوم. صباح الخير استاذه نور. اهلا بك. اهلا لاباس. صباح الطاقه الايجابيه والافكار الايجابيه. ماذا بينا الكل انه حياتنا تكون ايجابيه في ايجابي ونطهروا تفكيرنا يعني لازم لنا اعاده ترتيب الافكار والتفكير والايجابيه جميع الافكار الايجابيه. صح صح. حبينا نعرفوا منين نجيبوا هذه الافكار الايجابيه وكيفاش يكون التفكير الايجابي. بالفعل بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. التفكير الايجابي يا وما ادراك ما التفكير الايجابي يعني هو يخلي الانسان يعيش في جنه ولو ان يعني الظروف هي يعني نظرته للاشياء تختلف. لان كما قلنا كل شيء طاقه. الفكره في حد ذاتها هي طاقه. هي كنا من قبل يعني في 2002 هكا كنا في علم التنميه البشريه كانوا يعني صح نتكلموا على الافكار وعلى الكلمات يعني كيف تاثر. يقول لك راقب افكار كلماتك لانها تصبح افكار وراقب افكارك لانها ستصبح اعتقاد
وراقب معتقداتك لأنها ستصبح سلوك. يعني كل هذا يترتب على برمجة. ثم عندما يعني دخلنا في التنمية البشرية كما قلت، يعني في البرمجة اللغوية العصبية قالوا لنا يعني بأن الأفكار هي يعني يقول لك حياتنا من صنع أفكارنا. شوفوا أفكارنا وراي الدور، نعرفوا حياتنا وراي الدور. يعني امبوسيبل يكون عندنا أفكار إيجابية وحياة سلبية وفيس فيرسا، امبوسيبل. يعني هنا توصلوا العلماء أن في العقل في اليوم الواحد الدور في العقل الإنسان 50,000 فكرة، 4,000 برك إيجابية والأخرين أكل سلبية، يعني خطيرة، راهو مبرمج سلبية حقيقة. يعني الإنسان لما ينزاد شوية ببرمجة سلبية، يعني كما قلنا أن العقل الباطن يبدأ يتبرمج من 3 أشهر حمل، يعني ما بالك عندما يكبر ويروح. هذه البرمجة يدخل فيها يعني الأم عندما تكون هي بالحمل، ولا حتى يكون تكون في وقت فترة رضاعة ولا، ثم الوالدين، ثم الأقران، يعني لزاني هذو تاع أصحاب، كل واحد كيفاش يعطي الواحد آخر فكرة ولا كلمة ولا، ثم المدرسة، يعني حتى المعلمين راح يبرمجوا الأطفال سلبيا كانوا أو إيجابيا. ومع الأسف يعني بعض المعلمين ما يختاروش حتى الكلمات، حتى باقي باقي التلاميذ اللي يكونوا في القسم، كل تلميذ وكل طفل ينقل أسرته داخل ويزيد له المعلم يأكد له بعض الشيء، أنت قبيح ولا أنت ما تفهمش ولا أنت زعما هكا غبي ولا، يعني راح يأكد له حاجة يعني جابها من إيه صح. أنا والله يعني دوكا كي برمجت العقل الباطن على هذه الكلمات، كلمات أصبحت أفكار، يعني أفكاره أصبحت يعني سلبية، فقد ثقته بذاته، تقديره لذاته، في الآخرين، يعني فقد كله. هذه البرمجة تمتد حتى من بعد المدرسة إلى المجتمع. المجتمع شوفوا شنو نهضروا بيناتنا، يعني أفكار سلبية، كلمات سلبية للغاية. كيفاش حبيت الإنسان ما يكونش عنده تفكير سلبي مع النهاية؟ ثم الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ كان زعما تلفزيون ولا بعض الافلام بعض المسلسلات يعني توحي ان الدنيا فيها غير الشر، فيها غير الخديعه، فيها غير الظلم، فيها غير القتيله. هنا واش برمجنا؟ برمجنا انسان على انه يشوف الجانب السلبي من الحياه. لا، الحياه مش هكذا. هذه اكل يعني تسلسل وبرمجه في الافكار، ثم قلنا انها معتقدات الى انها اصبحت سلوك. التغيير دوكا هنايا كيف نغير من طبعنا، يعني عندنا تفكير ايجابي الى تفكير، يعني من تفكير سلبي الى تفكير ايجابي، كيف يمكن لنا هذا؟ هو القرار ناخذه احنا. الانسان كي يعرف باللي هذا اكل لازم يتغيروا برمجته، لازم هو يعود ياخذ زمام الامور عندما يكون واعي. يعني واعي هنا ثاني نحطوا كي نطلعوا في الوعي، لأن عندما مر الزمان وفي التنمية البشرية دخلنا العلم الطاقة، قالوا لا، كل شيء طاقة، حتى الكلمة طاقة، حتى الفكرة طاقة، حتى الشعور طاقة. احنا كل دائما الفكرة تأثر على الشعور، والشعور يدير لنا سلوك. عندما نغير أفكارنا حتما راه الشعور راح يتغير، ثم السلوك يتغيرها. هذا يكون بالمراقبة، مراقبة واش يخرج من الكلمات اللي يعني ننتقي الكلمات. عندما نبرمج على الإيجابية يصبح تفكيرنا إيجابي، هذا يؤدي بنا إلى حسن الظن بالله كمسلمين، لأن برمجتنا كأننا برمجنا مشي على الجانب النوراني فينا، واحنا عباد الله، واحنا الله سبحانه وتعالى مهيمن، هو الحفيظ، هو يعني بيده الخير. الله سبحانه وتعالى كي نديروا يعني حسن الظن بالله من اعمال القلوب، كيكون عندنا حسن الظن بالله احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، خذينا بالاسباب ثم التوكل عليه. في سوره الفتح على ما اظن، الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائره السوء، يعني كل ما ظنيت سوء راح تتلاقاه. قال في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، انا عند عبد ظني عبدي بي فليظن ما شاء، ظن بي خير، اسم الخير،
يتلاقاه في كل مضرب، ظن بيا شر فهو يعني راح يتلاقى واش هو يعني كان منتظر، تنتظر حاجه سلبيه اما لا يلاقيك سلبي. هنا عندما نحسن الظن بالله يكون عندنا تفكير ايجابي. يعني يحكى واحد الوقت ان واحد الحاكم كان عنده وزير، وزير هذا كان حكيم، كل حاجه على لسانه لعله خير لعله خير. واحد النهار خرجوا واسمه تاع صيد، ها الملك ما شافش واحد الحفره طاح فيها. يسيب لي سي بيان سور، كان ولا بد الطبيب يفطر اصبعه، لان ما حبش يحبس الدم، قالوا له لازم نقطعه. جاء الحكيم قال له لعله خير، قال له شوف راك تحوس محسوب دوكا نقطعوا لي صباعي انت تقولي لعله خير، قال له دخل دخلوه للحبس، هذا شني راهو يستهزا بيا ولا قال معليش لعله خير، حتى هو خلى خاض الشيء بايجابيه، قال الحمد لله لعله خير ودخل الحبس. عندما برا الملك وخرج مره اخرى للصيد، طاح في واحد لاتريبيو وين قبضوا الحاكم، حبوا يديروه قربان للالهه تاعهم. عندما شافوه راح دينوه اسمه باش يعطيوه قربان كانه يذبحوه ولا، ومن بعد شافوا صباعه، هذا ما نقدوش ان احنا نحطوا قربان حاجه ناقصه، في عيد هذا وعنده عيد بلا. اما لك فرح راح خرج كي راح للعود ولا القصر، قال له روح روح عاودوا خرجوا من الحبس، وقال له كان شت لعله خير، الحمد لله يا ربي كان كنت لو كان ما جبتش سالم قال له حتى ان لعله خير لو كان كنت معك كنت ما يديوش حتى يديوش صح يدير قال له ما لكش قلت لك لعله خير. عندما ننظر الاشياء هكذا ايجابيتها حتما حتما راح تكون حياتنا يعني فيها سلاسه، فيها خلفه، تدخل في التفاؤل ايجابيه، انسان متفائل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، حتى ولو احنا بقصر النظر عنا شفناه سلبي الا انه الخير الله سبحانه وتعالى يعمل اي علم الخير وراه، يعني حتى ولو احتسبتها اجر ولو احتسبتها ان هذاك الشيء راح يجيب موراه خير، انت راك انت عندك التفاؤل، لان التفاؤل واش قلنا في حد ذاته هو ذبذبات ايجابيه. يعني عندما يكون زعما خوفيه تشاؤم كل حاجه، هذو ذبذبات منخفضه، يعني راح يزيد ياكد بالتركيز عليه على السلبي راح يزيد يجلب منه المزيد، وتقول لي حياته سلبيه. يعني ابدا واحد يكون عنده تفكير سلبي ويطلق على الايجابي ابدا. اذا كان ايجابي ففي طياتها شيئا سلبي وما هو ما تولاهلوش. الا اننا عندما نحسن الظن بالله ونتوكل عليه افكارنا هنا تكون ايجابيه، سلوكنا ايجابي، معتقداتنا ايجابي، لاننا رانا في معيه الله. لا يترك بيده الخير، في واحد الايه في سوره ال عمران بيده الخير، حتى ولو يؤتي الحكمه يعني ينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. هنا نعرف الخير في ما اختاره الله، وهذا من التفكير الايجابي. ندير اتصال ومن بعد نكملوا الفكره. يعني نقولوا الو صباح الخير. الو صباح النور. صباح النور. ايمان هاكي مع ايمان لطفي. مع ايمان لطفي مرحبا بك. ماهوش واضح الصوت يعني يبدو المكالمه رديئه. احنا اسعد. احنا والله احنا اللي فرحانين ثاني. نقصي برك صوت التلفزيون وسمعينا من الهاتف. هكذا راه بدا يلحق الصوت. واش راكم؟ راكم لا والله لاباس. نتعرفوا عليك؟ انا ام اسراء من العطاط ولايه عين الدفله. من عين الدفله؟ ام ام اسراء من العطاط ولايه عين الدفله. ام اسراء ام اسراء من ولايه بلديه العطاط. ام اسراء مرحبا بك وبكامل ناس العطاط. ام اسراء مرحبا بك باسراء وبكامل ناس العطاط. واش راكم؟ راكم لا والله لاباس. وانتوما؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله هذاك هو الصح. الحمد لله. تعرفتي على الموضوع اللي حكينا عليه اليوم؟ اي اكيد. تفضلي شاركينا بتجربتك.
مانيش نسمع فيكم بزاف المكالمة، راني نسمع فيها بعيدة بعيدة. أنت من الناس اللي يمدوا فرصة ثانية ولا لا؟ أنت من الناس اللي يمدوا فرصة ثانية ولا لا؟ أكيد نمد فرصة ثانية وثالثة ورابعة. يعني متسامحة. أكيد أكيد نمد فرصة ثانية وثالثة حتى ربي وعادي وما ما تتأذيش بإعادة نفس السلوك معاك. نورمال ما نعطي لهم الحظ بالك يقعدوا يتفاجئوا ولا تمثيلهم الأعذار هكذا. ما بليش عادي قلبي كبير. وهما يسامحوا لك هما؟ وهما يعطوك فرصة ثانية ولا لا؟ بعض الأشخاص مش كلهم. بالرغم من هذا أنت تبقاي متسامحة معاهم. إي أكيد. ربي يخلي لك قلبك الكبير إن شاء الله، إن شاء الله تقعدي دائما متسامحة. إن شاء الله. هذا تفكير إيجابي. مدام ليلى؟ هاي معنا ليلى. هاي معك شيف ليلى. مرحبا. ليلى. أهلا. إيش رأيك؟ والله الحمد لله بخير، وأنت يا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب. كتبتينا في الأخبار تاعك. الله يسلمك حبيبتي، خي عجبوك وراك تجربي. أكيد نجرب، عندي ستيلو كايي. عندك الأجندة. أكيد هذه حاجة زينة، أي امرأة عندها أجندة. شي فرحني بزاف مدام، بارك الله فيك. هيا نشكرك بزاف بزاف، ما خليت لنا حتى حاجه نحتاجوها. الحمد لله يا ربي هذا هو المبتغى، شكرا لك. ما عندكش انشغال اخر سيدتي؟ لا حبيت نشكركم برك ونشكر مدام اسكندر بزاف بزاف. هاي معك الاستاذه اسكندر. شكرا. عندها مواضيع جد حساسه تقطع ديرها لنا مليحه، نشكرك بزاف بزاف مدام اسكندر. نتمنى لكم استفاده يعني انا في الخدمه راهي في الخدمه يعني. شكرا لك استاذ الاسكندر وكل اخصائيين في برنامجنا الصباحي في خدمتكم جميعا، ونشكرك على اتصالك. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا. مكملين مشاهدينا مع الاستاذه زينب اسكندر، والموضوع اللي خيرتونا اليوم وهو التفكير الايجابي. يعني كاين الانسان يطلع من الوعي راح يشوف الاشياء بمنظار اخر، يعني كانه كان لابس نظاره سوداء بعد نحاها قال انا عن بالي هي الدنيا راهي سوداء. يشوف العالم بالوانه. انا يعني كنت لابس نظاره سوداء، يعني يشوف العالم بالوانه. بان يعني تغير نظرته الى الحياه كليا. عندما فيه يعني يكون فيه يعني اخفاق في شيء ما، يقول هذه تجربه ليست فشل. الله خير. تجربه. لا خير، انا اكتسبت منها خبره، يعني هذه ما تنفعش. كما قال توما اديسون، لو كان ما حاولت 9999 مره كنت ما نفصلوش الى الكهرباء. هذه احنا نديروا حاجه زوج ثلاثه خلاص نكرهو. هذيك حاجه مش ليا، هذيك الحاجه ما تنفعنيش ولا، يعني استمراريا لانها تجارب. تجارب هذه ما تدينيش للنجاح، نبدل. ما لازمش نيأس. يعني ما لازمش نيأس. افكارهم يعني دائما كيكون انسان في تفكير ايجابي يحوس على الحل، ماشي يقول هذيك مشكله هذيك ماما لا، هو عنده بلي هذيك فرصه انه راح يصيب لها حل. راح عندما يكون انسان يعني عاش موقف ما يقول لعلها رساله ليا، رساله كونيه، رساله الهيه. ما يردش اللوم ما كانش عندنا طاقه اللوم. أن عاود يولي لعلها رسالة. أنا ما فهمتش يا ربي وش هذه الرسالة اللي حبيت. في البرمجة اللغوية العصبية كل شيء يعني يتبدل حسب الموقف اللي نكونوا فيه. تايزم في قضية المرض دوكا هنا الناس خايفة من هذا، ركز بيروس. على الصحة، قول ما هي الأشياء التي تجعلني في صحة جيدة لكي يعني حتى الانسان بلوك غريب هذا نكون ايجابي. الايجابيين عندهم يعني وسم قليل في الاصابه بالامراض، لا كونتاميناسيون عندهم مالي با فاسيل، عندهم مناعه قويه، تفكير ايجابي، مناعه يخلق مناعه، عندهم مناعه. احنا قلنا في الغضب والخوف وكل حاجه المناعه تنزل،
هنا هو اللي راهو يجيب في المرض. التفكير الايجابي يعدي يعني انسان اللي عنده تفكير ايجابي يعدي كما التفكير السلبي يعدي. يعني هنا انسان يولي يختار الناس اللي زعما شاف الناس راهم اللي قعدوا ما شكوى القاء الاحكام على الناس وهذا لا هذا الناس ما راح نجيب منهم والو. يعني يحب يكون في مع الايجابيين لانه راح يكون عنده نفس التفكير تاعو راح يكون عنده يعني اقتراحات جديده يعطيهم. نعودوا للمرض يعني تفكيره الايجابي هنا راح يخليه في مناعه. لي نخمم انا في المرض نخمم كيف يكون عندي صحه جيده بكثرة باكل الخضروات بالعصائر الطبيعيه بالنوم المبكر بعدم الغضب هذه انا نكون في مناعه مش نبقى نركز انا على المرض على المرض حتى نجيبه. هذا تفكير سلبي. تفكير ايجابي نشوفه الشيء المضيء اللي عندنا في ديك لا سيتوياسيون دوكا سي كيلك شوز دو جينيرال هذه مي انا نقدر نحمي روحي غير بالتفكير الايجابي. احنا اليوم كانت اضاءه حول هذا الموضوع والتفكير الايجابي من امضائك استاذه زينب سكندرز فدنا كثير من خلال كل هذه التوصيات وعلاه خير ان شاء الله نروحوا الى محطات اخرى وفقرات اخرى. ما سقسيناهاش اذا هي متسامحه وتسامح الناس. صح المفروض يعرفوني كامل اصدقائي صديقاتي العائله يعرفوني بلي انا متسامحه لان من التسامح انها تخفي العبء عليك. يعني التسامح يخليك في سلام داخلي سلام مع الاخر هذا تكون فيه ذبذبات مرتفعه يعني هو السلام الداخلي في روحه من المستوى الوعي المرتفع وما تقدروش واحد ما يتسامحش لعله عسى يكون هو محسوب مازال في ذاك التفكير غير في ذاك الانسان ولا لا كل واحد كانت عنده رساله اعطى لي ذاك الانسان اعطى لي رساله خذيت بالرساله ثم سامحته وشكرته على الرساله اللي عطاها لي. يعني هنا المنظور تاع التسامح يختلف صح او انا شكرته على الرساله اللي كان ربي عطاها لي من خلاله علاش ما نسامحوش صح لعله وعسى يسامحني وقت اخر ثاني صح التسامح شيء جميل شيء الانسان يكون انت متسامح لطفي؟ في مواقف حسب المواقف انا متسامح لكن الشخص اللي يمس في كرامتك ويمسك في شخصك يعني هذا كما قال علي كرم الله وجهه هذه صحيفته يكتب فيها ما يشاء حبي وثاني اداني فيه قذف المحصنات ولا ظلم الانسان ولا زعما الغصب ولا النميمه ولا هو هذه في صحيفته يكتب فيها ما يشاء. انا نشوف صحيفتي وشو كل واحد يلتهب روحه هو ده هو غلط هو عنده يعني عنده رب هو اللي يحاسبه يوم القيامه. انا واش نمسي ان صحيفتي ما تكونش فيها ولا غيبه لا نميمه لا احكام على الناس صحيح. ولا انا كل شخص غلط في حقي نقول لك مسامح سامح من خلال هذا المباشر وبرنامجنا الصباحي مازال متواصل مكملين معكم في استعراض فقراتنا ومحطاتنا رايحين على فاصل سياحي نتعرف من خلاله على مدينه تايلاند بقراءه وامضاء من زميلنا هواري كفيف نتعرفوا على تايلاند عن قرب من بعد راجعين يلا تفضلوا. إذا مشاهدينا من هذه التحويسه الجميله في تايلاند نعاود نولوا الى بلاطو صباح الشروق نكملوا تحويستنا في مواضعنا ومحطاتنا. محطتنا المواليه ستكون فنيه بامتياز كما قلنا في بدايه البرنامج راح يكون نصيب كبير للفن الرابع المسرح. حاضرين معنا مخرج وممثل وكاتب مسرحي وايضا ممثل مسرحي تعرفوا عليهم لطفي؟ صح هما ضيوفنا راح يعرفونا على تعاونيه النهضه لبومرداس وكل الانشطه اللي رفقوا من خلالها كل محبي فن المسرح ابو الفنون. حضر معنا كل من ابراهيم نفنف هو كاتب وفنان مسرحي نقول صباح الخير ونورت القدره. صباح الخير وصباح كل المشاهدين الكرام على مستوى القدره الوطني وكما يقول لك على مستوى العربي ان شاء الله يشوفوا فينا. ونرحبوا ايضا بمولود زعيم الدين ايضا هو فنان منضم الى تعاونيه النهضه. مرحبا بك نورت القدره. إذا أول شيء نبدأ معك إبراهيم خلينا نتعرفوا على تعاونية النهضة وش هي أهم وأبرز المحطات اللي تشوفوا أنكم من خلالها صنعتوا نهضة فنية ثقافية. هي في الحقيقة قبل ما تكون تعاونية كانت جمعية النهضة لمسرح برج منايل. يعني بعد ما تطورت الحالة وشفنا بلي نقدروا نتكلوا عن نفوسنا
قلنا علاش لا نديروا تعاونيه مسرحيه باش تكون عندها انتاج مسرحي وتكون توزع العروض يعني بنفسها. التعاونيه النهضه لمسرح برج المنال هي تعاونيه كما يقول لك انشئت سنه 1986 يعني من بين اقدم التعاونيات، عندها عده انتاجات حتى في الميدان السينمائي اللي كانت دارت فيلم حسين شيكاغو. كانت يعني تكونت عده ممثلين اللي راحوا للتلفزه كما يقول لك الوطنيه والمسارح الجهويه، والتعاونيه النهضه هي تقريبا كل سنه عندها انتاج جديد كما هذا العام كان عندنا انتاج مسرح طفل اقتباس ابراهيم الفناف بائع الدومه لابن المقفع، وكانت عندنا مسرحيه ثوريه المعتقل، كما عندنا ثاني مشروع مسرحي ان شاء الله كما يقول انت ولا انا اللي يكون فيها الممثل اللي راه معايا حاضر مولود مع منال مرابط، هي ممثله مدينه الجلفه متالقه. احنا قلنا نطلعوا سبيكتاكل في الوسط وهي من مدينة غردايا باش تشارك تعاونية النهضة باسم غردايا في مسرح الجنوب، ويكون بيناتنا هذاك التناسق بين الوسط والجنوب، لأن الجزائر طويلة وعريضة وحنا كما يقول لك أمة واحدة وشعب واحد، وما عندناش كما يقول لك هذا جنوب هذا شرق هذا ما عندناش فوارق. يعني ما كنتش صغير على مستوى المحليين ولا على مستوى كما يقول لك الوطني نكونوا متوزعين، لكن هذا ما ينفيش انه برج منين ما شاء الله عليها معروفه بالمسرح خاصه السنوات الاخيره حتى في التلفزيون في السينما فيه بزاف هي على بالك من طبيعه مدينه برج منين تقريبا كلهم ممثلين، شغل البرازيل كاع يلعبوا فوتبول حنا كاع نديروا التمثيل، حنا تكون قاعد في قهوه منا من القهوه اللي مليت هذيك مع كانك فيلم في يومياتكم الناس تفوت تتفرج يومياتنا يوميات دايره هكا خضاره ولا كذا كانه فنان، هذه مدينه برج منين بالك الشيء هذا اللي ساعدنا في وهذا الشيء ربما خلى مولود ينضم الى التعاونيه. مولود بدايتك مع تعاونيه نهضه وفن المسرح؟ كانت بدايتي مع استاذ ابراهيم الفناف، انا كنت نخدم مع الجمعيات، ابري جا شافني لعبت واحد المسرحيه وكي كملت المسرحيه قال لي لا تجي تنضم معنا في الفرقه، وانضميت لعندو وزدت رفت من عندو وليت نخدم معاه. واش هي الحاجه اللي لقيتها فيه ابراهيم؟ عندو هذيك على بالك الممثل على بالك لازم يكون عنده كما نقولوا احنا في اللغه تاع المسرح نقولوا الريتم لو تيمبو، عنده هذيك الحراره، عنده هذاك الحضور فوق الخشبه، لانك بعض الممثلين تعطي له نص كبير ما يبرش، وبعض الممثلين تعطي له زوج كلمات تلقى عنده هذاك الحضور الجمهور يدي الانتباه تاعو. نعطيك مثال في ممثل شهير عربي عادل امام صاحب الادوار الفاشله، كانوا يمدوا له ادوار صغيره ادوار فاشله. نعطيك مثال ثاني اللي هو عثمان عريوات يعني هرم من قام لعب في غيرو مع لابرنتي الله يرحمه ومفتش الطهر، لعب في غيرو تخلي يطلق زوجة تاعو، دار بيرس كيما يقولوا في هذيك اللقطه منا. شوف عثمان هذه واش منو صح صافي دير المواهب يعني انت من الناس اللي تحب تمد الفرصه يعطيك الصحه نكتشف المواهب الحمد لله يا ربي كيما يقول لك وين نشوف ممثل فيه كيما يقول لك طاقات ايجابيه ماذا بيا يبرز انايا ويمد كيما يقول لك هذاك هو الحاجه اللي تهمنا. كان مولود راه يدي الادوار الرئيسه ولا يدي ايضا ادوار يعني ثانويه؟ يعني في المسرحيه انا ولا انت عنده الدور الرئيسي مع منال مرابط قلت لك، ان شاء الله كيما يقول لك هذا المشروع راح يدخل مسرح الجنوب وراح يدخل مهرجان المسرح مستغانم، ان شاء الله يكونوا كيما يقول لك حسن المستوى الجمهور ماشي ليا انا، باسكو المسرح يقدم للجمهور ما يقدمليش ليا انا، وحنا نمد لهم بالتجربه اللي عندنا نمد لهم الفرصه والباقي عليهم. هذه واش دورك في العمل مولود؟ دوري زوج هما زوجين وانا لعبت الدور تاع الزوج تاعها. انت اللي خيرت الدور ولا الاستاذ هو اللي شاف انه تنفع في الدور؟ طيب ابراهيم من 86 ليومنا هذا واش تغير في الجمعيه؟ تغير في الجمعيه كما يقول لك دخلنا في الاحترافيه العمل. عندنا نختار النصوص اللائقه، نختار النصوص اللي ما تموتش كما نقولوا، نتكلموا على موضوع اللي يقدر يمشي 10 سنين 20 سنه 100 سنه حتى يتبدل الجيل، وكان تعاود هذاك العرض المسرحي تقعد تمشي هي باسكو دوكا ما نقدروش نحكوا على البطاطا راهي تسوى 100000 غدوه طيحت تسوى 10000 نولوا ما نبيعوش العرض المسرحي هذاك، لا نحكوا على الحب على مثلا لو كانت تنوض الحرب العالميه الثالثه تنوض على جال الماء، يعني المواضيع الهامه والهامه وما ننساوش نحكوا على الثوره الجزائريه. يعني كل عام تعاونيه النهضه المسرحيه عندها عرض مسرحي ثوري نخيروا يعني
شهيد من شهداء الوطن كما خدمنا فاطمة سومر، خدمنا أبناء الثورة تحكي على 8 ماي 1945، وهذا المرة طلعنا مسرحية المعتقل. ما بحبيناش نشخصوا شكون هو هذا المعتقل، لكن يحكي يصب في شجاعة رجال الجزائر. وشحال والتعاون يعتمد على الرجال أكثر ولا على النساء؟ والله على حسب كما يقول لك العرض المسرحي، وين تطلب العنصر النسوي يكون عنصر نسوي، ما تطلب العنصر الذكري لازم العنصر. كاين اناث معكم في التعاونيه؟ عندنا وماذا بيا يتكلمش فيه الممثل باسكو انا نهضرش فيه بزاف. تفضل. نعم عندنا كاين في اقبال نسوي للمسرح الان. شوف كما برج مناين وبعض المناطق اللي كانت فيها بعض التحفظات نظرا لخصوصيات المنطقه ربما كان محتشم حضور المراه، لكن الان صرنا مؤخرا نلقاو انه العنصر النسوي عنده حضور قوي. عنده حضور قوي شيخ، يزيدوا ثاني كيشوفوا باللي كاين سارح يلعبوا يجوا اللي جان سورتو اللي جان شيخ القمتا دوك يجي يتفرج. وشنو هو الشيء اللي شجعك باش تختار المسرح؟ الشيء اللي شجعني باش يا في الاولى انايا كنت حاب الموسيقى، ما نجحتش في الموسيقى لقيت روحي ندور في في المسرح. حنا راهي عندنا موسيقى ورنت التليفون نقولوا الو. الو الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. واش راك لاباسك مليح؟ لاباس الحمد لله، وانتم راكم ملاح؟ لاباس اختي ايمانك مليح؟ لاباس الحمد لله بخير. سؤال عليك نشوف فيكم، انا نقطع التلفزيون نشوف فيكم. الله يخليك، انا نوشو لك. لا نسمع فيك، نتعرفوا عليك؟ امينه. امينه منين؟ من تيارت. تحيه ليك ولكامل الناس تيارت. عفانك راني وحدي في الدار وانتم تونسوني. اكي فرحانه؟ انا فرحانه بالعربي. احنا اللي انا فرحانين بك بزاف وباتصالك. روحي تكون وحدي في الدار مثلا كان يجيني ولا ايه على دارنا صافي انتم تونسوني. داركم وين؟ وين داركم؟ اي تما في الجي ولاد فايد. في العاصمه ولاد فايد. رحتي عروسه وتيارت؟ اي انا عندي 15 سنه وانا هنايا. الله يبارك. ولفتي تيارت خلاص وليتي تيارتيه؟ 15 سنه وما عنديش دراري وما. ربي يرزقك ان شاء الله. ربي يرزقك ان شاء الله يا رب. ربي يرزقك. سي انا نجيبو يطيحوا لي، طاح لي 11 واحد. يا الله. 11 والله غير ضيعت 11 مبيبي. ربي يعوضك، ربي يعوضك ان شاء الله، تلقاهم في الجنه ان شاء الله. نتفرج فيكم وقلت بلي تسامحوا كامل، انا من اللي سامح. انت تسامحي باين باين من نبره صوتك. باين عليك باين. باينه ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، ربي ان شاء الله يعوضك على حسب قلبك الكبير. والله غير حنينه وكامل بصح ربي ما رزقنيش ما نعرف ولا. حكمه من عند ربي بالك. ربي اللي على بالوش هو يدير كي ربي على بالوش. حكمه من عند المولى. تكون ربي يطيحوا لي ولا غير 11 ندير يطيح لي. وشفتي طبيب جريتي؟ ايه نجري هكا بس شوف واحد يكون مزير وراجل مزير. يعني مشكل امكانياته. لا لا مش امكانيات. لا ولا غير في دارنا الحمد لله. لا الحمد لله يا رب. كيفاش مزير؟ كيفاش مزير؟ ما باليش ممكن ربي مازال ما كتبش. اكيد اكيد سبحانه. ربي يقول كن فيكون ان شاء الله ربي يرزقك. لازم نهضر معاكم كي نهضر معايا ما نعرفش نقول لها بلي انا قولي لها بلي هضرتي معانا وانا نسلموا عليها. عبارك خاطرك عندي غير خطره في نهار نعيط ليما هاني متوحشتها. احنا كي نفرحوا هنا واش نديروا؟ احنا نزغرتوا. ايه قالت لي هاتك زغرتي لي الحق. يا خا راح تزغرت صح. شوف انا نحكي مخاوف تخاف نقول لك حاجه انا نحبكم بزاف بزاف. الله يخليك. ليلى ونحب شات نعيمه ونحبكم كاع ونحب زهرة نموت عليها. اي معاك ليلى تسمع فيك. ايه نحبها قول لك قالت لك نحبك بزاف بزاف. نحبك بزاف بزاف ليلى. احنا ثاني نحبوك بزاف بزاف ان شاء الله رانا موانسينك. نسيني انت وشاف ليلى وشاف زهرة زهرة كتونسوني. الحمد لله يا ربي. كل يوم على الوحده نستناكم وحده ونص نستناكم باش نهضر معاكم باسكو تنحولي ضيقة الخاطر ونشوف الوسمه تاعكم والله غادي نتونس بيكم. اي الحمد لله الحمد لله. وانت شاطره شاطره الله يبارك الله يحفظك. الله يسلمك حبيبتي الله يسلمك. استفادي برك. نضرب لك دوره نشوفك. الله يعيشك شكرا.
يعطيك الصحة أمينة، شكرا على الاتصال. إذا عندك أي تدخل آخر أي اقتراح تفضلي. مرحبا. إيه ولا غير كل حاجة راكم ديروها والله العظيم تجي يعني سوا سوا. الحمد لله. الموضوع تجي كما هذاك اللي ما تدخلوش في حوايج الناس عبا كذلك، عجبني هذاك الموضوع. كل حاجة راكم ديروها والله غير جاي هايلة خويا لطفي يهبل. ربي يخليك تعيشي، ربي يخليك. هاكم هايلين. الله يخليك أمينة، ربي يخليك إن شاء الله، ربي يخليك هالضحكة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. آمين آمين. ربي يرزقك يعمر حجرك إن شاء الله. صلى وربي يهنيني إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. امين. شكرا لك امينه، يعطيك الصحه. شكرا على اتصالك. شكرا على اتصالك. عينك ظرف فيك ونخضر في عينك شابين. يعطيك الصحه شكرا. الله يخليك امينه، الله يخليك، يعطيك الصحه. يبلغ يبلغ. شكرا لك. وعندنا بزاف، عندنا بزاف متفاعلين معنا. تحيه لكل من يتواصل معنا عبر برنامجنا الصباحي وعبر صفحتنا على الفيسبوك وكل المواقع. أجمل وأحلى تحية لكل من ينضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا شروق لعبر برنامجنا الصباحي صباح شروق. مكملين مشاهدينا مع ضيوفنا اللي نورنا بحضورهم. نتحدث على فن المسرح أبو الفنون وعن تعاونية من تعاونيات الناشطة في برج منين ببومرداس اللي قدرت أن تحضر في العديد والكثير من المحافل، شاركت في العديد والكثير من أيضا من المسابقات الخاصة بالمسرح. هذا النهضة اللي يعيشها الفن الجزائري والمسرح راه في الصدارة ما شاء الله عليه، راه بدا يلقى مقامه صح؟ هي في الحقيقة يقول لك إن أردت أن تعرف ثقافة شعب ما فتدخل مسارحها. وحنا الحمد لله غير مؤخرا نشوفوا في المسرح الوطني يعني القاعة مكتظة عن آخرها، يعني الجمهور اللي كان برا احنا حسينا كشغل مقابلة كرة قدم. يعني الحمد لله هنا تعرف بلي الشعب الجزائري بدا يعاود يرجع للمسارح. لا وحتى على الصعيد الدولي، على الصعيد الدولي شوفوا اعمال مسرحيه في توجد شرشات توجدت في مهرجان الاردن وان شاء الله نتمنيها تديها في قرطاج يكون مستوى يعني كبير باش الجزائر تفرض نفسها رياضيا ثقافيا. دينا كاس افريقيا الحمد لله نزيدوا نبدا في قرطاج في الاردن نكونوا في الصداره. احنا نحبوا نكونوا في الصداره والحمد لله. وانتم ابراهيم راكم تشوفوا انكم راكم في الصداره. انا ما نكذبش عليك، انا لو كان نحب نكون في الصداره لاني متفائل وهذا هو. نحب يكون عندي عرض ممتاز باش يكون الى شاركت مهرجانات وطنيه ولا دوليه نتحصل المرتبه الاولى. برج منين كاين جمعيات واحد اخرين ولا راك وحدكم في الصداره؟ لا ما ننساوش اللي بالبرج منين عندنا الاب الروحي لمدينه برج منين هو الاستاذ عمر فطموش. يعني وين نظن حلينا علينا لقينا الاستاذ عمر فطموش يمارس المسرح. يعني بالك كان سبه باش نظن نديروا المسرح. ما تنساش بلي مدينه برج منين كانت الفرق بالك المدينه الوحيده اللي تشارك فرقتين في مهرجان مستغانم. يعني 48 ولايه تلقاي انت مدينه صغيره ماهيش حتى ولايه يتأهلوا سبع فرق من 120 مسرحيه يتأهلوا زوج فرق من برج منين عمر فطموش وابراهيم الفنات. يعني الحمد لله عندنا كما يقول لك طاقات شبانيه كما قال أمولود. الحمد لله أمولود. وش هي ابرز الادوار اللي اديتها فوق خشبه المسرح ولا الاعمال اللي تشوف انه برزت شخصيتك من خلالها؟ مسرحيه انا ومرتي ومسرحيه الاخيره تاع المعتقل واللي بقاو مسرح الطفل، مسرحيه تاع اطفال. نخدموا بزاف مسرح الطفل. واللي راه يمشي بزاف ونخدموا هذا. ومن خلال المسرحيات لاك تنشط فيهم والعروض لاك تقوموا بهم وينك حاب توصل من خلال المسرح؟ حاب تدخل عالم التلفزيون السينما؟ نبقى في المسرح، نبغي المسرح نبقى في المسرح. وتشوف انه يعني المسرح قدم لك اضافه في حياتك؟ شحال مده شحال تدريبات حصص تدريبيه شحال ديروا تدريب في اليوم؟ حصص تدريبيه ثلاث خطرات في السمانه. شحال؟ ثلاث خطرات في السمانه. ثلاث خطرات في الاسبوع. والمكان عندكم مقر تعاونيه؟ هي هذا هو المشكل تاع المقر كاين، هي المشكل في مدينه برج منين الهياكل الثقافيه ناقصه شويه. عندنا مجمع ثقافي وعندنا مسرح السنجاب. يعني لان عندنا عده جمعيات يعني لهم الحق في التدريبات لهم الحق. ومولود مولود بالنسبه لك المسرح راك تدرب فيه ثلاث مرات في الاسبوع على نفس العمل ولا كل مره تغيروا العمل؟ غيروا. وش نوع التدريبات اللي تقوموا بها؟ على من يشتغل اكثر الفنان باش يحس انه فيه تحسن؟ يشتغل لانه يعني معروف انه لازم مخارج حروف صوت قوه صوت.
هذوك في البدايه تعلم، في البدايه تعلم، كي تعلم هذوك تروح لوسمو القراءه تفهم السيناريو النص النص القراءه الايطاليه نسموها هذيك نقراوها نقعدوا نقراوا اذا الادوار كل واحد يقرا الدور تاعو لازم الممثل يحفظ كاع السيناريو ومن بعد يجي دور المخرج يدير الاخراج تاعو يعني انت تركز على السيناريو انت كممثل واش يشدك اول شيء في المسرحيه السيناريو والشخصيه شنو هو اكثر شخصيه راك حاب تجسدها من خلال المسرحيه الشخصيه اللي نحب الشخصيه لازم نحبها تكون في الدراما تميل اكثر شيء للدراما تلقى روحك في الدراما في الدراما قلت لنا بلي نشط ايضا في مسرح الطفل مش اللي يختلف كيكون جمهور من الاطفال وكيكون جمهور يعني كبير في السن الاختلاف هو مسرح الطفل ولا صعيب بزاف صعيب بزاف وثاني فيه التعب زياده على تاع مسرح الكبار تخاف انت الرهبه تاع المسرح تجي كي تكون مع الطفل اكثر تخاف ما يتفاعلوش معاك ولازم تعرف واش تمد له تعرف المسرحيه لازم تقرا مليح السيناريو واش فيه واش ما فيهش صارت لك وين انه الجمهور ما تفاعلش معاك في مسرحيه؟ لا ابراهيم انت رئيس تعاونيه انا رئيس تعاونيه والاعضاء في كل مره تكتشف وجوه جديده ولا تكتفي فقط بالاعضاء تاع الفرقه؟ لا نكتشف اعضاء في ممثلين جديد كما قلت لك قبيله واحد السؤال مهم ان مدينه برج المياه منطقه محافظه على العنصر النسوي الحمد لله يا ربي احنا كاين كما يقول لك ديبارو اللي دايرين فينا ثقه بناتهم كبروا عندنا كما حتى ولاو حتى اللي راه تقريبا دكتوره دوكا فانت في الطب كاين اللي راه دوكا كاين اللي راه افوكا كاين اللي راه كذا كبروا عندنا في المسرح الحمد لله يا ربي كما يقول لك المصداقيه الصدق والمصداقيه هيا عندكم شعار في الشروق انا كنت في جلسه الشروق يعني كل ما ينسحب واحد الا تلقاو البديل كاين البديل وحنا كما يقول لك نكونوا ممثلين ما تنساش بلي لازم الممثل يفوت على مدرسه ستانيسلافسكي اعداد الممثل الناشئ لازم يفوت عليها ماشي اي ممثل طلعوا الخشبه كاين الانسان هاوي صح صح لازم يفوت على الطريقه الاكاديميه باسكو الخشبه ماهيش سهله اي واحد يقدر يطلع صح ماشي بصح لازم تعطي له كما يقول لك دروس خاصه بالمسرح واليوم طيتونا من وقتكم وجيتونا البرنامج شكرا لك نورتنا بحضوركم قولوا لنا برك اذا كان فيه اجندا مليان في مواعيد تمدوا المشاهدين عن قريب في هذا الشهر ان شاء الله يوم 18 فيفري في المسرح الجاوي مدينه سوق راس مسرحيه المعتقل ومسرحيه نظيف ولطيف للاطفال ثاني ثلاث عروض في المسرح الجاوي يوم 28 في قاعه الاطلس هنا في باب الواد في الجزائر العاصمه يوم 29 في مدينه وهران في قاعه السعاده تعاونيات نهضه موجوده في كل مكان في كل شهر في كل زمان والدعوه مفتوحه شكرا لك ابراهيم نفناف كاتب الفنان المسرحي ورئيس تعاونيه النهضه نورتنا بحضورك واطلالتك شكرا نشكر ايضا مولود زعيم الدين حاضر معنا ايضا لنهار اليوم عضو بتعاونيه النهضه نورتنا بحضوركم شكرا يعطيكم الصحة إذا رايحين على فاصل رايحين على فاصل غنائي من بعدها نستقبلوا باقي الضيوف ابقوا معنا ما تروحوش بعيد تفضل أشرف اللي كان شارك مؤخرا في برنامج ذا فويس ما عندوش أيام فقط وين عاود دخل حياته العادية وخرج بهذا الفيديو كليب الجميل والرائع من هذول كم الأشخاص اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا اليوم واختاروا برنامجنا الصباحي صباح شروق مكملين مع الشيف ليلى اللي خلاص راه كل شيء واجد تقريبا لطفي رانا في لافينيسيون اذا الحلقومه اللي درناها في الكونجيلاتور تتنحى فاسيلمون من المول حصلت انا على اشكال صغيره بالخفج مدد رمدتها في لانوات كوكو وندير لها رشه فقط من هذاك البيستاش وحنا تحصلنا على اشكال برافو. يعني شابه درت انا دو موديل والفنجان في اخر حصه هذول مملحات طابو مملحات طابو درت الحشو تاعي في بوشادوي واش درتي فيه هذا؟ دجاج مع لا كريم فرماج وشويه من مرق الدجاج يعني ما درتش غير بالحليب كان شويه حليب وشويه مرق دجاج درت بها لا كريم فرماج عمرتهم وفي دوز اكستريميتي نديروا لو فرماج غاتي كيما راك تشوف عم يقولوا لي وقتاش نشوفك طيب سمعتيهم ايمان واش تحبوا تاكلوا طاجين جلبانه واش تحبوا طاجين بصل طاجين جلبانه ديروا احنا مليانه بطه فليو ايمان بليدة اها واش تحبوا تاكلوا غدوة جلبانة جلبانة بالدجاج جلبانة بالقرنون ايه بالجلبانة بالدجاج والقرنون دونك غدوة لطفي جاي عليك ماشي وعدة
اذا شكرا لك شاب، راح نرجعوا لك فيما بعد ونخليه الان ايمان مع الضيفه راهي تستمتع باتخاذ الصور. راني فوتوغراف، راني ندي صور على الاطباق الشهيه، الحلويات التقليديه الجزائريه الجميله، اشكال وانواع. هذه الاشكال وهذه الانواع راكم تشوفوا فيها هي من انامل شابه نرحبوا بها، هي امينه صانعه هذه الحلويات. صباح الخير امينه، لاباس بخير؟ تسلم الايادي كما يقولوا. امينه نعرف برك عليها، في عمرها 19 سنه فقط. الله يبارك عليك. نتعرفوا عليك امينه، زيد عرفي لنا من الحاله. انا نفسي عمري 19 سنه مازالني نقرا وراني ان شاء الله مع هذا المشروع تاعي اللي بديته مع بزاف عباد اللي فات. واش تقرا؟ شنو التخصص؟ ويعني نقرا كوميرس انترناسيونال في الله يبارك. العام اللي فات جوزت الباك ما جبتوش، ومن بعد كي ما جبتش الباك خممت باش ندير ان ستاج باسكو لازم يكون عندي ان ديبلوم مالغي الحلوايتو. مي مادام عندنا موهبه تاع هاد الحلويات وما نخدموش ثاني غير الحلويات التقليديه، نخدموا لاباتيسخي، نخدموا لا يعني ديري كل الحلويات. وي باتيسخي حلويات تقليديه. اليوم جبتي لنا تشكيله، كاين حتى الخبز. لا ماشي الخبز، هذاك الحناين. الحناين تسكي تراديسيونيل تاع دلز. تسكي انت جيتي من منطقه دلز. جيت من منطقه دلز، منطقه جميله، منطقه عريقه، وناسها معروفين بالحلويات التقليديه والاكولات. الله يبارك عليكم. قولي لي شنو هي الحلويات المعروفه في دلس؟ الحلويات المعروفه في دلس هم اللي كانوا يديروها جوغ ناس بكري، الناس الحضريين. هي الحناين الحاجه الاولى اللي هما هذوك، دبس هذيك اللي جايه شغل شغل خبيزه هكذا. ما بايش المخرج ولا راوي يشوف نعاونكم نوروها له. هاو عدلان. احنا نعرفوا الحنيونات في الجزائر، العاصمه، يديروا الحنيونات ولا البريوش. هذه حاجه شغل اللي كانوا يديروها الناس. هادو وقتاش ديروها؟ يتعرفوا هادو انا نديروهم في العيد في المناسبات، حل حاجه اللي يحبوها بزاف بزاف، وحاجه اللي فريمون تراديسيونيل في دلس. واللي تجي لداخل بالعقده تاع اللوز، وتقبلت بزاف انتقادات على هذه العقده تاع اللوز. وين راهي العقده تاع اللوز؟ انا لداخلها. داخل ديروا عقده تاع اللوز. والزبيب ثاني. ثاني هاد الاخر باسكو. علاش تلقيتي انتقادات؟ تلقيت انتقادات، قالوا لي بلي شغل زعما الناس تاع بكري، قالوا لي بلي لا ما يديروا لهاش العقده، يديروا وهي كي تسقسيت تاع بكري قالوا لي بلي لي فغي فغي يديروا لهم العقده باسكو ابغي ما عندهمش امكانيات ولا يخلوها خبز عادي بريوش. يخلوها خبز بريوش مصحية، ماشي بريوش باسكو هذه تواسى بالسميد وتستعرك. تستعرك. كانوا ناس بكري على حسب ما قالوا لي عليها، قالت لي ماني الناس بكري واش يديروا فيها؟ ايماجيني يبداو يعركوا من 3 تاع الصباح ويتبادلوا بالنوبه باش يخرجوا هكذا، باش يجوا يابسين ويجوا ملاح ويجوا. فيها حكمه هاد الحنين، عندهم حكمات وحكمات. واش من الحكمه اللي فيها الحنين؟ حكمات شغل ماشي نامبورتو كي يقدر يخرجها، ولا نامبورتو كي تقدر تجيه بهاد الملاحه هكذايا. عندنا ثاني الشواط. شنو هو الشواط؟ هذا الشواط يتخدم يتخدم بالبطاطا. بالبطاطا هذا؟ بالبطاطا والفرينه. لا هذا الشواط تعيطوا له هكا. وين ديروه؟ وش المناسبات؟ نديروه هكذا في العيان بلا مناسبه، يحبوا هكذا كيما البغرير كيما انتم نقولوا. وش فيه الداخل؟ يجي هكذا البطاطا والفرينه، البطاطا والفرينه يجي هايل. ثاني عندنا الكروكي. الكروكي كيما نعرفوه ولا كيما نعرفوه؟ الكروكي العادي. عندنا الغريبيه ثاني، كاين اللي ما يعرفهاش بزاف. الغريبيه هذه الغريبيه العادي اللي نعرفوها. الله يبارك جاتك تشهي. حلوه الطابع والغريبيه تفلقت لك. الله الله يعني صحه. كاين بزاف ناس يخافوا انها ما تفلق. كاين بزاف. وجبتي لنا المعاجن. جبتكم المعاجن اللي درتهم لي طاطا فاتيحه. هذا معجون. معجون تاع التشينه، معجون الطرف. معجون التشينه، معجون الطرف. جبت ثاني معجون تاع السفرجل. عاوليك. كاين ميم سفرجل درتيه معجون تاع الطباسه. تاع الطباسه. اي تاع الطباسه. كاين معجون ثاني تاع سفرجل تاع الفراج. هذا تاع الفراج. يشهي ثاني. يشهي كل حاجه. شوفوا شحال شباب، ما بيش عدلان ولا راوي. فوالا. ما شاء الله عليك. في سنك 19 سنه الله يبارك عليك، تقدري ديري كل هذه الحلويات. منين تعلمتي؟ صنعة منين؟ حكاية طويلة. منين؟ احكيلي منين؟ من الأم من عند الأم الكريمة، هي اللي كانت سبب كبير كبير في هاد الأخر تاعي. أنا العام اللي فات كنت نقرايتو، ومن بعد جوغ شفت بلي الباك لحق، وأنا ماشي قارية ماشي لحقة، قلت حياتي لوين بها؟ مخروبة، لازم ندير عفصة.
بديت هذا البروجي جوغ بحاجه بوالو بان فون دارجون بان باج انستغرام. بان باج انستغرام وبديت بشويه بشويه، بصح بيان سور تعلمت من عند ماما من عند الناس بزاف. باغ اكزومبل حنايا الحاجه المليحه في دلز اللي يخدموا حلوه ما كانش جوغ تنافس بيناتنا. باغ اكزومبل عندنا الاول كاع اللي دار لي ثاني الكو عندنا حلويات فوفو هو الاول كاع اللي بدا اللي بدا شغل هاد الحلوات وكاع شغل كل واحد كان يساعدني. وماما ثاني الحق دارت لي بزاف الكوراج باغ اكزومبل لاباتيسخي باغ اكزومبل الاخر كانت تساعدني جوغ تعاوني بكاع الامكانيات. وملي كنت صغيره نرفد مع نتاع عمومي تحبي الكوزينه باسكو علاش نتاع عمومي عندي ثاني مرت عمي حلويات نادا شغل كل وحده كاع معانا كل وحده دير لي الكوراج وتقول لي لازم تتعلمي لازم تواسي لازم باغ اكزومبل هاد الحلوه كاع ما نقدرش نديرها كامل وحدي. صح مليح المعاونه وحنا مليح ايضا الناس يعيطوا لنا يتصلوا بنا ويحكوا لنا تجاربهم من خلال رقم الهاتف. نقول الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. شكون معانا تعرفوا عليك؟ انا سهام من ولايه المسيله. سهام مسيله تحيه لك وتحيه لكامل الناس مسيله. مرحبا. الله يسلمك واش راكي تيا؟ والله غير الحمد لله. لاباس كامل بخير. السؤال عليك. لاباس يتسمع فيك. شفتي الحلويات عجبوك؟ عجبوني وشهيتوني. اه شهيناك في الجنه ان شاء الله. الله يسلمك. شهيناك في الجنه. الله يخليك. اذا قولي لي برك سيدتي مرفا تبعي البرنامج فقرتنا عجبوك مواضيعنا. نتابع قناه شروق اكل قناه شروق عائلتي ثانيه. الله يخليك محظوظين محظوظين بك. يسلمك. وهذا وش حال وانا نتصل بالبرامج وكل تاع قناه شروق بصح ما نحكمش اليوم تكلت على ربي وعيطت لكم والحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله حكمتينا انا محظوظين بك انا ولطفي وشاف ليلى ايضا. لا يحصلها في الكوزينه ليلى يعطيها الصحه. شاف ليلى على بالك بلي راه قلبت نساء الجزائر وكل شيء فعله. الله يسلمك شكرا. والله غير راكم نسينا ما شاء الله. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله. تابعت معاكم الموضوع نهار اليوم. ايه انا من الناس اللي كنت في البدايه كنت ما نسامحش. ايه كنت ما نسامحش وتعلمت التسامح من الزوج تاعي. ما شاء الله نجوله تحيه. الله يسلمك. الوقت اللي قلت كنت ما نسامحش مانيش عارفه علاه ممكن نقول انا كي نسامح ذاك الانسان يستغل هذيك الفرصه انني شغل كي نسامح معناته راني ضعيفه. هذا الوقت هذه هي العقليه تاعي الوقت الاول. وكيفاش قدر زوجك يغير لك تفكيرك؟ الزوج تاعي هو بطبعه مسامح كبير مسامح. ما شاء الله. وشفته في العمل تاعه هو طبيعته انه حلاق. ما شاء الله. والحلاق يتعامل مع بزاف ناس الحلاقه. الحلاق يتعامل مع بزاف ناس. لازم يكون صبور. يواسيه في خدمته في بصح هو انسان لقيته متسامح. وليت انا ثاني امراه متسامحه يصراو لي بزاف مشاكل وبزاف حوايج من عند الناس وليت نسامح. اول حاجه انني اذا كنت قريبا ربي سبحانه ونتبع سيره الرسول عليه الصلاه والسلام انا السلام. نسامح. هاكم عارفين سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. صح صح. السلام. انسان انسان من طبعه ضعيف صح في ديك النقطه هذيك اللي يكون واحد يقيسه الشيطان راح يتغلب عليه وراح يقول له لا لا وما تسامحش وكان تسامح راك تولي انسان سهل المنال. صح انا لا لا الحمد لله الحمد لله في ديك الدقيقه ما سامحش نعود انسانه مانيش عارفه كيف. صح يفوت الوقت يجي يتسامح من عندي ذاك الانسان نقبل السماح نتاعو ونقول له ما صرا والو ان شاء الله برك ما تزيدش تعاود تصرا هذاك الخلاف ذاك ما يزيدش يعاود يتصرا. شكرا لك على تجربتك اللي نقلتيها لنا من خلال اتصالك عبر تليفون. شكرا لك تحيه لك ولكامل اهلك وناسك. الله يسلمك وسلمني على شاف ليلى شاف نعيمه زهره. يبلغ ان شاء الله. يبلغ ان شاء الله. من بدايته ونهايته وكلهم يبلغوك سلام يبلغوك سلامهم. شكرا لك. يعطيكم الصحه ربي. شكرا. شكرا لك سيدتي على الاتصال يعطيك الصحه. ده لطفي مكملين مع ضيفتنا الشابه امينه هكذا ماشي السيده واش ما نكبركش بزاف تبارك الله عليك. امينه من خلالك انا حابه نتعرف ايضا على منطقه دلس من خلالك تدي لي جوله سياحيه نروحوا للجانب التقليدي اللي تمتع به هذه المدينه الجميله العريقه. عرفتينا على الحلويات التقليديه الان انا حابين نعرفوا ناس دلس في عرسهم وش يديروا كاطباق تقليديه وحلويات. كاطباق تقليديه كماكله كماكله ومن بعد نروحوا للحلويات. الحلويات بغيهم كاطباق يديروا الشوربه عندنا جينيرالمون في العراس يديروا شوربه فليك. حنا في العراس تاعنا كاين بزاف اللي يدير شوربه سيفيا باسكو حنا شوربه سيفيا
السيبيا هكا. ايه باسكو حنا المنطقه دلس مشهوره بالحوت. اه بالسيبيا يعني بالحوت تاعكم السيبيا عندكم. ايه باسكو حنا علاش منطقه دلس مشهوره بالحوت. كاين بزاف اللي يديرها. بون حنا كاين اللي يقول شوربه بالكالامار وكاين اللي يقول شوربه بالسيبيا، كل واحد باش يحبها. وديروها في العرس. ايه ديروها في العرس. يديروها ويلي تخي بون فريمون بنينه. بالحوت الله الله. ايه الكوت تاعها هايل. يديروا المتوم، يديروا الطعام، طعام باللحم، طعام بال ما يديروش طعام بالجاج، يديروا طعام باللحم، يديروا ثاني وشنو عندنا ثاني طبق ما يعرفوش بزاف طعام بالبونيط، طعام بالحوت. بالبونيط بالحوت ثاني. اه ما شاء الله. خي بون. عم نحلو واحد يروح لدلس. اه مرحبا بكم. الله يخليك. وبالحلويات واش ديروا؟ الحلويات نديروا حلويات عادية كيما كاع الاخر، نديروا البقلاوة عندنا. قلت لك حنايا نحطوهم في بلاصة لي كاتو ساك باسكو علاش اللي نحطو كاتو ساك يحطو كاين اللي يحطو حنونة هكذا في الطابلة في بريزونتابل وبالطبع يديروا معجون طباس وتكفي باسكو تقسم دي مورسو هكذاك نديروا معجون الطرف ثاني يديروه عندنا المسمن حنا نقولوا له المعارك ما باش انتم تقولوا له كيف كان يقول المعارك يقول المسمن كان يقول المعارك وشنو ثاني يديروا بقلاوه تجيريات مقرض اللوز صافي هاد الحاجات اللي نديروهم كامل يديروهم نديروا ثاني حلوه عندنا المحنشه ثاني تمشي في الصمصه الله يبارك عليكم ما شاء الله يعني كاين تنوع كبير بعد مقرض العسل يمشي في الصمصه ما شاء الله هو يشهي كما قلت خلينا برك امينه في الختام وينك حابه توصلي بهذا الحلوه وهذه ان شاء الله نوصل لافتتاح محل تاعي ان شاء الله اللي ما بقاليش ان شاء الله على ربي راني خطوه بخطوه على خاطر هذا المشروع كيما على بالهم كامل اللي تابعوني في انستغرام وبديته وحدي بديته بان فون دارجون تاع زيرو دينار واحد معاوني تقبلت كاع الصعوبات والعفايس وحدي بصح مالغريت الحمد لله كانوا بزاف صعوبات كانوا عندي صعوبات باسكو علاش من العام الاول كانوا عندي عراس كانت عندي ريسبونسابيليتي باغ اكزومبل انا غير ما بديت في رمضان كيما على بالهم برمضان بديت بليطا خديتو مع القهاوي من بعد موراها غير ما خلص رمضان كان عندي عرس عرس دار عمر رشيد نحييهم بزاف بزاف اللي باسكو داروا لي الكوراج ومن هذا العرس اللي الناس عرفوني ودرت اسم في دلس الحمد لله يعني العرس هي اللي عرفت عليك اكثر هذا العرس بيس مونتي خدمت لهم لي طاخ اللي شافيها 1000 حبه وقيله خدمت الله يبارك جوغ منك اللي الناس ولاو يعرفوني ودرت الله يبارك عليك الله يبارك عليك وانا نشوفوا اليوم مشاهدين ومشاهداتنا شافوا خدمتك يعطيك الصحه امينه الاب تاعي ما ننساش الوقفه تاعو معايا عاد يعاوني بزاف خواتاتي اللي هما اللي كانوا خواتاتي خواتاتي كانوا خطوه بخطوه معايا بنات عمي مساكن نوجه لهم تحيه نوجه لهم تحيات كبار كانوا معايا خطوه بخطوه نسهروا يعاونوني نحصل في اي حاجه نلقاهم معايا شي جميل انك ايضا راكي تشدي الجميل وراكي حيتيهم كامل قدمتي لهم تحايا حنا موضوعنا على الناس اللي تسامح انت تسامحي ولا لا؟ سامح باين عليك باين قلبك كبير يعطيك الصحة أمينة شكرا لك ربي يوفقك أكثر إن شاء الله وفي وشك حبة وفي مشاريعك القادمة شكرا لك على الحلويات اللي جبتيها لنا وعلى حضورك شكرا لك ربي يخليك أمينة نولي لك لطفي ليك نشكر ضيفتك اللي نورتنا أكيد بحضورها وإطلالتها احنا مشاهدين رايحين على فاصل من بعده نعود كي نتعرف على ضيوف مميزين ينوروا فترة صباح الشروق لهذا اليوم اهلا وسهلا بالجميع تفضلوا اغنية جميلة نحتفي كامل الاشخاص اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح واختاروا قناة الشروق لعموا برنامجنا الصباحي صباح الشروق فانا بصراحة عنده نصيب كبير اليوم في برنامجنا الصباحي محطة اخرى تجمعنا وشباب مبدع متميز من خلال اطلالاته ووقوفه فوق خشبة المسرح نرحب بكل من سامي تازجايد ان شاء الله ما غلطتش في اسمك تازجايد مرحبا سامي مرحبا بك اذا رايحين على فاصل قصير مشاهدينا نصلحوا لك الميكروفون ومن بعد نعود كي نتعرف على ضيوفنا وعن كل اعمالهم يلا تفضلوا من جديد نعود نرحب بكم من جديد ايضا وبضيوفنا الكرام اللي نورونا بحضورهم كل من تازجايد سامي مرحبا بك مرحبا نرحب ايضا بعماد الدين ابو غده الله يحفظك مرحبا بك عماد الدين الله يسلمك ميرسي ومرحبا بناس الشلف جيتونا من الشلف بيان اذا نبداو نحكيو على المسرح وبدايتكم على المسرح من ضمين الجمعيه ولا تعاونيه ولا تخدموا وحدكم؟ كنا منخرطين في جمعيات ماشي جمعيه جمعيات ايه ايام ما تصرا ظروف خرجنا من جمعيات بقينا نخدموا غير حنا زوج علاش في كل الجمعيات ما عجبوك ما عجبكمش الحال؟ ماشي ماشي جمعيه جمعيات ماشي حنا مش احنا هما يعني بديتوا عماد قلنا واش هما ابرز الجمعيات اللي خدمتوا معاهم
سونسيتيني ربما نجبدوا حتى جمعيه ما نضروا حتى جمعيه. لا ما راحش نحكيو عليهم وانما هما في مساركم الفني بديتوا معاهم. بدينا اول جمعيه بديت معها عماد. اول جمعيه بديت بجمعيه الفنون وتكوين شباب خاصه بالمسرح. خاصه بالمسرح وميدان مسرح الطفل اكثر. هي الجمعيه الوحيده مش الجمعيه كان بزاف جمعيات في ولايه تلف. واللي جزت عليهم انت؟ جزت على ثلاث جمعيات انا ودروك رانا مع جمعيه شغل رانا مايلين ليها حنا نخدموا بسموها ما نخدموا مع حتى جمعيه بصح اللي رانا ننشطوا معها كاين جمعيه الفتح جمعيه ثقافيه هذه اللي رانا دروك بحال رانا معاهم. وسامي شحال من جمعيه؟ نقدر نقول ثلاثه ولا اربعه. ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاث جمعيات دخلت فيهم. وعلاش هذا عدم الاستقرار هذا والمشكل وين؟ مشكل فيكم انتم مشكل كفنانين ولا في الجمعيات اللي تنضموا ليها؟ رؤساء الجمعيات. ماشي الجمعيات. مشكل كاع ماشي في اي موهبه عندهم الاخر مع رئيس الجمعيه دائما. كاع كامل اللي طالون في ولايه تلف عندهم بروبلام مع الجمعيات ولا مع رؤساء الجمعيات. وشنو اكثر شيء يزعجكم في رؤساء الجمعيات؟ ولا ضروك صار في تلف صار بروبلام لي كلون تاع الجمعيات. تبغي تلعب بياسه ولا يحب يبلعوا لك دي جانا كايا ما يخلوهمش يبانوا ما يخلوهمش يطلعوا فاهم هذا هو البروبليم اللي براسك بالك كاع لي طانو اللي في طراز جيري يعانوا من هذا البروبليم ماشي غير حنايا الجمعيات راه شغل يبغوا يكاسوا لي طانو ما يخلوكش تبان امبوسيبل كاع امبوسيبل يخلوك تبان لازم غير هما. هنا في شلف كاين جمعيات دايرينهم على اساس خدمه افونير الجمعيات كي دايرينهم دايرين جمعيه خيريه ولا ثقافيه باش يدخلوا دراهم باش يدخلوا دراهم ايوا كلاص دايرينهم دراهم في شلف بركه انا خرجت برا شلف خدمت في مسغانا وخدمت في هنا في ار جي خدمت في ما شفتش هكا شتغي في شلف شلف يدير ياسس جمعيه سمانه سمانتين سيبو يحوس على دراهم سيبو انسى ما بيهش لي طعم ولا بيه لي جان ولا ماشي كاع ماشي كاع ماشي كاع الحمد لله كاين جمعيات اللي يعني وان مانشون تاعي تعيط لي سي بون نتفاهموا على كونترا كاشي بلاصه فلانيه نهار فلاني هذا ما كان. وقتاش بديتوا تخدموا وحدكم؟ العام اللي فات. من العام اللي فات. العام اللي فات. وكيفاش تلاقيتوا؟ تلاقيتوا المحنه والمأساة اللي عشتوها هي اللي جمعت بيناتكم؟ اكزاكت. جمعيات. جمعيات. هو كان في جمعيه وانا كنت في جمعيه شغل صار لنا المام كان مام بروبليم. مام بروبليم. تما تلاقينا كنا انا ديجا بديت 2015. تسمى عام ولا تلاقينا ما بروبلام صار لنا من ثم بدينا نخدموا كيف كيف نريبيتو كيف كيف خدمنا ديو تاعنا دوكا وليتو ديو يعني الناس تعرفوكم كديو ايوا كلاه وين راكم تدربوا تدريبات وين؟ في كل مره وكيفاه كاين لي ميزون جان في شلف نخدموا فيهم بزاف. والناس شكون اللي يكتب لكم الناس؟ شحال من عامل دوكا راكم طلعينه؟ كثنائي كثنائي عندنا ديسكاتش كثنائي عندنا ديسكاتش عندنا ربع ساعه 20 دقيقه 10 دقائق وكعمل فردي كيما انا نلعب لي ستاندارد ونلعب لي وان مانشو عندي تاوي انت تكتبهم نكتبهم بيان سور النص انت ديرو ايه النص انا نكتبو لي فان تاوي والاخرى شلف كاين اللي يعرفوك ولا يعرفوك الناس عندك جمهور بيان سور بيان سور الحمد لله يا ربي خم من والو كوما مشي خم من جمعيه والكاشي شحال تدو الكاشي؟ دراهم عادي كي تخدم مثلا يعيطوا لك سبيكتاكل ولا باغ اكزومبل تفهمتوا باغ اكزومبل على سبيكتاكل كونترا يدير لك مليون يعطيك 200 الف تمديش مليون تبقى يعطيك 200 الف تبقى لك 800 الف عام ولا ديتها في الكونترا في الكونترا يكتب لك الشكيله ديتها في الكونترا يكتب لك مليون يعطيك 200 الف ولا 300 الف فهمتيني ينحي لك لاطاكس ينحي لك كلش واش يدخل فيها يدخل كلش 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 يا ماما غير كاين فرصه كاين 20% تاع الجمعيه تاع نقدر ينحي لك يكتب لك مليون يعطيك في الكونترا مليون ينحي لك ديك 100 على 200 الف هما لا هما يعطيك 200 الف ينحي لك بالاضافه للفن والمسرح واش ديروا في حياتكم اليوميه؟ انا ايتيدي وانا طالب جامعه واش تقرا واش تدرس؟ نقرا ام اي مات انفورماتيك الله يبارك ان شاء الله ما شاء الله مخ انت يا هاك جايبها في القرايه هاك جايبها في القرايه انا معها انا ماليش اكزام انا اونغراف كثر خير الله قرف بزينا ولا سامي انا راني مانسكري اونغلي ايه نقرا اونغلي في الدروه الجامعه
ما شاء الله. كيفاش كنت توقفوا توفقوا بين الفن وبين الدراسه؟ انا ما نكذبش عليك، انا ديجا قريب ما نجيبش الباك على جال تياتر، قريب ما نجيبش الباك. ابري حبست شهرين قلت بون نحط معاك قرايتيت ونجيب الباك. مور الباك كلش سي بون، تولي تقرا في جامعه. خلينا مور الاتصال نزيدو نكملوا نهضروا. اوكي نقولوا الو. الو صباح الخير. صباح النور. كيف راكم؟ لاباس؟ لاباس. انتوما؟ الاخ لطفي راكم ملاح صح؟ يعني هايل، كي تكونوا ملاح نقولوا ملاح. تقتلنا تبليده فوكي واش نبعثوا لكم من عندنا. الله الله اجمل باقة صورة. محظوظين بناس بليده. فرحانين باتصالك. الله يسلمك. ومحظوظين بناس بليده كما قالت ايمانه، عندنا بزاف متصلين بليده. كيحبوكم بزاف. وحنا نحبوهم والله. ربي يخليكم ان شاء الله لينا وشاف ليلى والكل. امين. عندها 100 ورده تاع ليلى تمديهم لها دوكا ليلى. امد لها كبير كبير. وشاكي؟ والله بخير الحمد لله، وانت يا لاباس؟ كي منوره الشاشة مدام ليلى، ربي يخليك. الله ينورك حبيبتي، نور نوركم. يا حظك ويخليك ودائما ورده في شاشة الشروق. الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا. سمعتي الموضوع اللي طرحناه على مشاهدينا؟ اي بيان سور سمحت تاع التسامح. تتسامحي ولا حق ودي انت يا؟ لا لا انا من الناس اللي كنحب بزاف، وانا نحب نمد الفرص. صح ولا حوحوشك روحو. ايه نقول باللي الانسان يكون يسامح حياته تكون سهله. صح صح والله، حتى الدنيا هذه سهله، الدنيا سهله فيها صعوبات. صح، حتى كي تسامحي يعني ما تعمريش راسك ما تعمريش قلبك. انا من الناس عادوك يعيطوا لي فاميلتي. يعيطوا لي مسامحه كي تقول من الناس اللي كي تقول على حساب كيما المسيرات اللي يدوزوا سلميه سلميه. ايه ما شاء الله. سلميه سلميه. ربي يخليها دائما هكذا. امين. وما كانش زعما موقف اللي ما تقدريش تسامحي فيه؟ كاين شي مواقف كي تقول ضروني صح، بصح كاينه فتره من بعد ننساهم. كاينه فتره من بعد ننسى خلاص كي تقول قول سي بون انسان يقعد غير هكا كيدور. اسك الدنيا ما فيها والو. احنا عايشين ايش متسامحين، هذا كل واحد يسامح انسان نعيشوا هايلين نعيشوا. صح 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 على ناس شلف. اه معنا ناس شلف هم يسمعوا فيك. الله يبارك فيك يحفظهم ويحفظ ناس شلف ثاني. الله يخليك. عندك اهل واقارب في شلف؟ عندي احباب من شلف كنروح اليوم نزورهم الله يبارك ما يخلوش علينا. هاك وراما ناس شلف، هاك وراما. صح الله يسلمك، الله يسلمك. راما هايلين الحق. لو كامل الجزائريين ما شاء الله عليهم، هذا هو الغنى تاع الجزائر، انه كل ولايه الا وتلقاي فيها خصوصيه وميزه ميزه. شكرا لك على اتصالك. ربي يخليك من ايداء صغير. تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا. عندي اختي مخلوفي كاميليا اللي دائما تبع شاشه الشروق، نقول لها صباح الخير حبيبتي. نوجه لها تحيه احنا ثاني. مخلوفين بني تامو. نوجه لهم تحيه. بيت بليده. شكرا لك. ان شاء الله كامل اللي ذكرتيهم راهم يتابعوا في برنامجنا. الله يخليك، نهارك مبروك. شكرا لك. شكرا لك. ونرجعوا لضيوفنا وناس شلف. اها قولوا لنا دركا، كنا نحكيو على الدراسه واذا تقدروا توفقوا بين الدراسه وبين المسرح. شو كيطلع للجامعه شويه عندك الوقت، ماشي كيما الليسي من 8 ل 5 من 8 ل 5. الجامعه عندك الوقت، باغ اكزومبل كون عندك تي دي صباح كور صباح. تحضر لي كور ولا ما تحضرش لي كور؟ داركم ماشي فوق فيك. حضر غير لي تي دي. حضر غير لي تي دي. سي كاع قال لي جيتي ديون يهربوا من قال لي جيتي ديون. ما تخافش. سي نحضروا، كاين لي كور اللي اوبليجي تحضرهم وكاين اللي مشي اوبليجي تحضرهم. وش سنه راك؟ بروميير اني. بروميير اني، هذا ما بديت. بسم الله. وسامي؟ انا قلت لك انسكريت، انا خارجي انسكريت اونجلي باش نقرا اونجلي برك. اوكي، يعني عندك الوقت متفرغ للتمثيل. وكاين نشاط، راك تنشط ولا لا؟ كاين اعمال من كاين اعمال جديده راح تكون. ايه راك تحضروا فيها بين زوج. واش هي واش فيها نقدروا نعرفوا حاجه؟ كاين سكتش. كاين سكتش كاين دايرينهم على اليوم العالمي تاع مرض السرطان. ايه المواضيع تتمشى وكل احتفالات تاع كل احتفال كاين الموضوع تاعه. كل احتفال كاين سكتش تاعه. اصلا في الجزائر عندنا الحاجه اللي رانا نعلم منها مسرح المناسبات. مناسبات يا رمضان
لي زارتيست في الدايره كيما قال بلوز غير رمضان رمضان ولا المناسبات ولا المناسبات ابار المناسبات دوك الفنان ما يبانش حتى تكون مناسبه لازم تكون مناسبه لكن ظهوركم جميل في برنامجنا ومميز ومناسبه جميله جمعتنا بكم واختياركم لبرنامجنا الصباحي نشكركم عليه بزاف احترفقونا الى مطبخ صباح شروق بنختموا حلقه اليوم من برنامجنا اذا لحقنا الختام مشاهدينا معنا نروح عند ليلى اذا الكاطو خليوه هنا لطفي نخليوه وين حابه نديوه ندوت بسيت لحقنا المفترق طرق انا خليك هنا لحقنا المفترق طرق لطفي كمل في المطبخ فضلوا منا اذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام انا دائما في الختام ما ننساش نشكر اللي يهتم باطلالتي في كل عدد بوتيك بريسوزا بشراقه في القدس وايضا ستيليس صابرينا اللي نشكرها على التنسيق في كل عدد شكرا جزيلا اني جاني جيد مرحبا جلاله اذا يعطيكم الصحه نورتونا شكرا لكم اذا كان عندكم كلمه توجهها ربما لكل القائمين على قطاع الثقافه ولا حتى على الشباب اللي يحبوا المسرح انا الميساج اللي نمدو لي جان اذا عندك راب وعندك عندك عفسه تبغيها شد فيها انا مكان وليسي ليسي حط ما كنت زيد خدم وبين له باللي ما يقدر يدير لك والو وسامي نقدم تحية تاعي لكاع الجزائر شي غير ولا شلف ولا كاع الجزائر وهذا اللي راهم يعرقلوا لنا في المشوار تاع ولا في المشوار تاعنا فني شنو نقول لهم نقول لهم نجبدوا خلينا احنا خلينا احنا نخدموا انا طلعت ربي يحفظني ميمتي ربي يخليها لك ان شاء الله ويحمي كل امهات المسلمين ان شاء الله شكرا يعطيكم الصحة يحفظ لنا ليلى اللي دارت لنا هذه كنا درنا مع بعض مملحات بالعجينه السحريه ماشي بلاطات فريتي اليوم ودرنا معها تحليه اللي كانت لاطات دو فروي بالبرتقال او حلقومه البرتقال شكرا لك ليلى شكرا شكرا لطفي شكرا ايمان يعطيك الصحه نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا وتابعوا هذا البرنامج المباشر من برنامج صباح الشروق تحياتي تحيه المخرج محمد الامين جنادي والاشراف زميلتنا فهيمه وكل الفريق التقني والصحفي العامل معنا ككل صباحة نقول لكم بداية أسبوع موفق للجميع نلتقي غدا ومباشر آخر سلام